بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده مباراه نهائي كره الطائره سيدات ما بين الاهلي والصيد. في المباراه النهائيه تقام على صاله الشاي الدخان في تمام الساعه 6. قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا، بحب ارحب بضيوفي المنورين في الاستوديو، الكابتن ندى ايمن نجمه النادي الاهلي السابقه ومنتخب مصر ايضا. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن هيثم، منور قناه الاهلي. ربنا يخليك، منوره بيك. بنرحب بنجمه النادي الاهلي، نجمه النجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا، واحد طبعا يعني اللي سايبين علامه كبيره مع الجمهور الاهلي مش مبطله بقالها كتير، يعني معانا الكابتن انجي الشامي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن، منوره قناه النادي الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. ندى، يمكن المباراه النهارده يعني تتويج الموسم كله خلاص، يعني ما عادش فيه ماتشات ثانيه، اخر ماتش احنا حامل لقب الدوري يعني بدون ولا هزيمه. شايف النهارده ممكن الصيد يكون يعني منافس بقوه؟ هل يعني ممكن يبقى فيه مفاجات، ولا انت رايحه في نفس الاتجاه اللي اغلب الناس فاكره ان هو هيمشي فيه لان الاهلي برده 3-0؟ انا بتهيألي البنات هينزلوا، وبنات الاهلي هينزلوا مركزين اكتر كمان من ماتش النهائي بتاع الدوري. احنا كنا موجودين برده في ماتش نهائي الدوري كان الاهلي والصيد. فرقه الصيد احنا قلنا فرقه صغيره في السن وعندها حماس وعايزه تحقق حاجه. فريق الاهلي طبعا هينزل مركز اكتر من الجوله اللي فاتت، لان هو كان المره اللي فاتت اتاخد منه شوط كده فجاه والمعايير اختلت كده وحصل لخبطه. اعتقد ان هم هينزلوا مركزين ان هم يخلصوا 3-0. بس عندنا برضو نفس الغيابات، يعني فريده العسقلاني ودعاء الغباشي مش هيلعبوا، بس احنا عندنا يعني بنش ما شاء الله، يعني اللعيبه كلها يعني مريم كانت كويسه جدا، نرمين كانت كويسه، عملوا اللي عليهم كويس. اي مكان فريده، دعاء عندنا في مركز اربعات الحمد لله وفره، يعني فالغيابات ما بتاثرش قوي في النادي الاهلي. يعني احنا دايما عندنا زي كنا دايما بنقول السته اللي بره زي السته اللي جوه. صحيح. يعني ايا كان اللي هيلعب مين هيأدي اللي عليه. وحصل في سبورتنج قريب يعني ماتش بالظبط كسبوا 3-0، يعني الموضوع كان، وفي الفاينل نفسه في الدوري كسبوا برده 3-0 بنفس الغيابات. صحيح. فهي صحيح. الفرقه يعني الحمد لله دايما مركزه وعارفه قيمه التيشيرت والنادي اللي هي بتلعب فيه، وبيلعبوا بكل روح يعني. صحيح. طب خلينا نشوف راي انجي، يعني هل ليكي كلام تاني ولا شايفه ان الامور هتمشي في اتجاه هو ان شاء الله؟ يعني كالعاده احنا المفروض ان احنا كفرقه طول عمرنا بنخش الماتش مش عارفين مين اللي بيلعب قدامنا، على قد ما احنا مركزين مين الفرقه اللي ممكن تتنافسنا. فاحنا طول عمرنا عارفين اللي ما كانش منافس طبعا لينا الصيد ده كان زمان، كان زمالك، كان شمس. دلوقتي بقى جيل طالع كويس وجيل صغير عايز يعمل حاجه، قدامه ناس كبيره برضو، يعني سواء بقى فريده او ايه او دعاء او الناس اللي هي كلها كانت تقيله في الملعب. طبعا احنا فريده ودعاء هيأثروا معانا شويه برضو، انا ما بقولش كل واحد ليه خبرته، كل واحد ليه مكانه في المكان في ملعبه. اللي جاي اللي بيأدي برضو هيأدي كويس، وانا ان شاء الله هيعمل اللي عليه. بس كل القصه كلها اللي هم بس يبقوا مركزين محافظين ضغطين من الاول، رسالتنا لازم تبقى موجهه، يعني نحاول نخلق الاستقبال اول في الاول عشان يفضلوا مركزين عشان يعرفوا يسيطروا على الماتش ان شاء الله. طب يعني يمكن المباراه اللي فاتت شافت تالق بعض، يعني مثلا شفنا سهيله وفيق برده كانت موفقه لما نزلت مكان شروق الحقيقه، وفي وطبعا كابتن حمدي يفضل انه يريح شروق فترات طويله من المباراه عشان طبعا اكيد النهائي، وسهيل ادت باداء كويس. شفنا يمكن مريم كمان لما نزلت ادت اداء كويس اشدنا بيها. هل النهارده هيبقى برضه هيتم الدفع يعني بنفس المجموعه، ولا كابتن حمدي هيعمل ايه؟ يعني انت من وجهه نظرك طبعا، انت هي الشامي اختك طبعا، وانتوا اكيد اتصال، ودي مباراه دي مباراه من الماتش اللي فات سبورتنج، وبالاخص لسهيله طبعا، اتفضلي. يعني طبعا هو برضو فكره اللي هي سهيله لعبت بره او شافت حاجه مختلفه شويه عن الدوري المصري، دي هتديها دفعه شويه اللي هي تعرف تحرك الملعب احسن وكده. طبعا بمساعده شروق برضو خبره ومكانها طبعا معروف وكده. بس انا اعتقد سهيله برضو ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه. كابتن حمدي اعتقد ان هو مش هيركز على حد معين، هو كل الناس اللي معاه بدايل، كله بدايل وكله هيحتاجه في الوقت المناسب للماتش يعني. طب خليني اقول انه الصيد زي ما حضرتك قلتي في مجموعه طبعا، عشان من يعني ما نبخسش النادي الصيد، انه طبعا كابتن احمد فتحي عمل فرقه كويسه جدا. فرقه كويسه جدا بصراحه، وحتى قطاع الناشئات كمان كان يعني في مجموعه كويسه دلوقتي جدا. فنادي الصيد كان نجح على ملعبنا ان ياخد منا شوط. طب ليه لا النهارده يقول لك ما كسبش؟ حقه. وطبعا هو فرقه صغيره وطموحاتها طبعا بتعلى كل فتره، كل ما لو احنا ما ضغطناش عليهم من الاول كل ما هيعلوا نفسيا، وهي يعني هيبقى عايزين يعملوا حاجه.
فهم احنا اساسنا النهارده اللي احنا لازم نضغط من الاول. لو رخينا شويه او اللعيبه حست اللي هي مش ماسكين نفسهم، هيبقى في ماتش ند، لان هم كلهم كويسين، فرقه صحيح. كويسه، ديفنساتها كويسه جدا، سواء عندهم ناس مميزه في الضرب، عندهم بلوكات كويسه، فلا فهم فرقه ثقيله، فاحنا لازم لو نبقى ما ادناش المباراه اهميتها ممكن بالزبط. يكون طبعا، ويمكن ندى برضو انت تتفقي لي مباراه الكؤوس ملهاش حسابات يعني خالص. يعني ممكن تلاقي نفسك انت نازل اوف داي مش هتلحق، يعني برضو ماتشات الكؤوس ما تفهمش كده اول ما. انا متوقعتش بصراحه ان الصيد يكسب في السيمي فاينل الزمالك 3-0، برضو نتيجه كبيره في ملعب الزمالك، يعني ده بيوضح قد ايه الفرقه دي نازله مركزه وحاطه هدف وعايزه توصل له، عايزه تحقق حاجه. ما هو ده في الاخر بيبقى تاريخ لكل لعيبه فيهم. يعني احنا كنا واصلين لمرحله ان كان الانديه بتقول احنا خدنا شوط من الاهلي، ده بالنسبه لهم بيبقى تاريخ للعيبه ان هي خدت شوط من الاهلي. فطبعا حق مشروع اليوم ان هم يبقى امنياتهم واحلامهم واهدافهم ان هم يكسبوا فريق زي الاهلي، فريق زي ما احنا قلنا مسيطر على الكره الطايره في مصر من سنوات طويله، فاي فرقه بيبقى هدفها ان هي بعدين تظهر في لعيبه منهم كانوا بيلعبوا في الاهلي. صحيح. على فكره ده ملخص لمباراه سبورتنج قبل النهائي اللي اتذاعت يوم الجمعه الماضي، ده ملخص للساده المشاهدين اللي ما كانوش تابعوا طبعا المباراه، بس احنا شلنا لكم الفتره النور قطع فيها. بهزر ده بجد. النور قطع مرتين. النور كان قطع مرتين، فاحنا شايلين لكم بقى، مش هنعيد لكم الحته بتاعت النور لما قطع. فبقول لك يعني هو يعني ماتش سبورتنج يمكن حتى اللي يوضح البنش بتاعنا الحمد لله، ان ممكن كان في الاول حصل هذا وكان في حماس من سبورتنج على ملعبهم، فقدر كابتن حمدي صافي بتغييرات يعني بسيطه قدر يستعيد تاني زمام الامور ويقدر، فده ياكد كلامي كلام ده طبعا. وحاجه تحسب طبعا للفرقه وللجهاز الفني ان هو قدر في ظل الظروف اللي احنا بنقولها، ما هو النور اما بيقطع على الفرقه وهي ماشيه وكسبانه ده بيهمد من عزيمتهم وبيهمد من الحماس اللي هم فيه. يعني خلينا نتكلم، هو فرقتين بس انا فرقه خسران يعني انا كده خسران. والاهلي طالع قصدك انا طالع كيرفي اللي طالع هو اللي بقى بيتاثر شويه ان هو ممكن يرجع تاني يبرد مثلا، الحماس يقل ان هو خلاص انا قربت من الشوط قربت من المباراه، فالموضوع بيبقى على الفرقه اللي طالعه هو اللي بيبقى اصعب شويه من الفرقه اللي كده مهزومه. صحيح. طب خلينا نستعرض مع كده بقى، خلينا نكمل نستعرض الملخص بتاع ماتش سبورتنج، يمكن برضو في اكيد يعني اللي ما شفناش يقدر يشوفه بعد ما نخلص من الملخص ده او نخلصه، هنستعرض مع حضراتكم طبعا قوائم الفرق والاجهزه الفنيه وكده. طب انجي يعني خليني اقول احنا ما مشكناش في افريقيا السنه دي، وكان هو انت طبعا ونادى عارفين كلام كويس، هو كان الاحتكاك او المعيار اللي بيبقى فيه منافسه جديده وجباره كانت بتبقى افريقيا. احنا طبعا الموسم بالنسبه لنا بطوله افريقيا يعني احنا بنتمرن طول الموسم عشان بطوله افريقيا بس. صحيح. مش عشان طب يعني دوري او كاس. يعني اكيد اللاعبات انا بشفق عليهم، ممكن يحصل زهق، ممكن يحصل ملل، ممكن يحصل ان انا بنافس نفسي. طبعا. فيعني بتتغلبوا على ده ازاي كنتوا؟ والله احنا الفتره بتاعت الكورونا دي تقريبا يعني كل الناس بدات تتاقلم نفسها اللي الدنيا مش كويسه. ده الوضع هي فعلا. ايوه. فهي فتره الكورونا عامه هي خلت الدنيا تبقى هاديه شويه، بس برضو احنا يعني ما حماسنا كله كان ببطوله افريقيا. بطوله افريقيا هنتلعبها، احنا مركزين عشان بطوله افريقيا، مع ان دلوقتي الدوري المصري بدا فيه ناس تطلع، وفي فرق بدات وبداوا يجيبوا محترفين. فبدا فيه شويه نديه، بس برضو مش هو ده كان الاساس بتاع او مش بتاع الاهلي. يعني احنا مش اساسينا دوري وكاس، احنا اساسينا كانت افريقيا. طبعا انا يعني معلش طبعا ان هم ما اشتركوش في هاي ظروف برضو يعني الدنيا طبعا كورونا ومجلس الاداره خد القرار بالظبط. بالظبط. طبعا اكيد. فلا يعني هو يعني اللي جاي ان شاء الله احسن يعني. هو طب هو يعني ما انا بقول لك يعني هو تحدي النفس والتنفيذ. يعني انا ما اخش تمرين وعارف ان انا الحمد لله فرقه جامده وهكسب وبتاع، يعني بيبقى الموضوع صعب ان انا يعني هتمرن ازاي؟ فلازم يبقى في كومبيتيشن. لا في هدف تاني للدوري، الدوري بتاعنا. ما احنا طول عمرنا الدوري بتاعنا، فما ينفعش ان احنا نيجي في وقت نقول لا اصل احنا ما عندناش هدف. لا ما احنا هدفنا الاول دوري اول دوري وكاس، وبعد كده نبدا بقى نشوف افريقيا. ده طول عمرنا كنا يعني خطوه خطوه. فهي الفكره كلها ان احنا خلاص ماشي في خطوه مننا وقعت مش بمزاجنا، فخلاص احنا نبدا نركز على اللي في ايدينا دلوقتي. فدي حاجه لازم طبعا تبقوا مركزين فيها اللي هو الدوري والكاس. صحيح. الحمد لله حسمنا الدوري، ان شاء الله نحسم الكاس ان شاء الله باذن الله. النهارده يكون برده زي ما متعودين تبقى ليله اهلاويه خالصه باذن الله. طب ندى يعني الفرقه خلاص يعني اخر يوم النهارده ان شاء الله كابتن حمدي صافي ممكن بالكثير يديهم يومين اجازه مبدئيا يعني في الموسم الجديد. وده يومين كتير كمان. لا انا مش بهزر، انا بتكلم ان كابتن حمدي فعلا بيعشق التمرين. مفيش لو اداهم اسبوعين اجازه تبقى من عند ربنا.
طب انت شايفه المراكز، في مراكز عندنا محتاجه مثلا دعم، محتاجه حد من الناشئين طالع كويس، ولا ممكن يبقى التغيير في مركز او اتنين بالكتير؟ انا عن نفسي يعني كندا، انا من انصار دايما انه يبقى في جزء من الفرقه صاعد بيتصعد على فترات، بيحضر التمارين مع الفرقه، بيحضر المعسكرات، بيعيش الجو بتاع البطوله مع الفرقه. يعني انا اتربيت في النادي على كده من وانا ناشئه 14 سنه، كنا 5 6 بنتصعد مع الدرجه الاولى، كان كل الفرقه كبار، وما كناش دايما بنلعب طبعا يعني صحيح. كنا وبنتقلش في بطولات وبنشارك في بطولات بس كان دايما كابتن رؤوف عنده حته انه لو انا معايا ولازم يشاركوا يعني لازم يشاركوا، مش بس ان هم موجودين بيتمرنوا مع الفرقه، لا هي التمرين طبعا مفيد وكل حاجه، بس هي الخبره في الاول وفي الاخر بتكتسب من الاحتكاك في المباريات طبعا. فكان دايما عنده الحته دي ان احنا ممكن طبعا مش هتيجي لعيبه صغيره تقعد لعيبه كبيره بتلعب علشان اقول انا عايزه اديها خبره او كده، لا هو بتبقى اللعيبه الصغيره لازم تتفرج على اللعيبه الكبيره، وفي نفس الوقت لازم تشارك عشان تطبق اللي هي جيل بيسلم جيل بالظبط. ولازم تشارك يعني انا من انصار ان الصغيرين لازم يشاركوا على فترات، وجودهم شرف، لا مش اللي هو متسجله وموجوده مع الفرقه وبتتمرن، لا تشارك على فترات، تشارك في الماتشات اللي الى حد ما ما فيهاش منافسه كبيره، تشارك حتى لو هتشارك في ماتش قوي شوط واحد خلاص، لو انا يعني ده مش هيخسر الفرقه حاجه صحيح. بالعكس هتكسب خبره، الخبره دي ترجع تتنقل تاني للفريق. صحيح صحيح. طب كابتن ده ايه رايك نستعرض مع الساده المشاهدين مثلا الاجهزه الفنيه، نبتدي بالاجهزه الفنيه ونبتدي بالجهاز الفني لطائره سيدات الاهلي، اتفضلي يا كابتن ندى. احنا طبعا عندنا المدير الفني كابتن حمدي الصافي، عندنا كابتن ياسر صلاح المدرب العام، كابتن ايمن فؤاد مدرب، كابتن ايهاب حسن مدير اداري، كابتن اشرف عباس اداري، الدكتوره هدير وحيد طبيبه الفريق، عندنا منى طلع عادل اخصائي العلاج الطبيعي، كابتن رانيا عبد العزيز مخطط احمال، مية محمود حسني محلل تقني، وكابتن منى مراد مدلك الفريق. طب وليه يا كابتن نادر الجهاز بيتهيألي بتشكيله ده من فتره يعني ما حصلش تغيير يعني 4 5 سنين ده بقالهم يعني فتره من ساعه ما كابتن حمدي تقريبا جه ما حصلش تغيير، نفس الجهاز بنفس هو الأشخاص. تقريبا التغيير الوحيد كان الدكتوره طبعا بعد دكتور عفيف رحمه الله عليها يعني مسكت مكانها دكتور هدير، لكن بقيه الجهاز كابتن رانيا معانا من ايام ما كنت بلعب، كابتن منى مراد نفس الكلام، الجهاز هو المدربين من ساعه ما كابتن حمدي مسك هم نفس المساعدين، هي مي برضو مي محلل تقني دي بقى اصلا خاصيه جديده دخلت النادي النادي الاهلي دخلها المجال الرياضي محلل تقني هو اللي دخلها المجال الرياضي كله حقيقي اول ما نطبق الفكره ديت يعني في السيدات طبعا مش في خلي بالك في النادي الاهلي في كره الطائره سباق بشكل يعني بشكل مرعب، لان احنا يعني نعتبر محتكرين المجال صح. يعني احنا بنتكلم مش عشان ما فيش منافسه خلي بالك، لا عشان احنا في حته ثانيه فعلا، لا فعلا احنا كنا النادي الوحيد اللي بيشارك، النادي الوحيد المصري اللي بيشارك في بطوله افريقيه او عربيه، ما كانش في اي نادي ثاني بيشارك. وتخيلين دي احنا كنا كان كابتن رؤوف وكان مين المدير الفني معانا بعد كابتن كان معانا كابتن جمعه وكابتن كده اسماعيل وكابتن ممدوح، الناس دي كلها كانت بتعمل التحليل دي كلها قبل ما نبقى ماتش، قبل الماتشات كلها لازم نقعد، لا ما كانش في حاجه اسمها كده، لا ما كانش في حاجه اسمها كده، ولا كان في حد يعني بيشارك في بطوله افريقيا، هو احنا فقط صحيح. ويعني ده بعد فتره طويله كان بدا نادي الشمس يدخل معانا يشارك في بطوله افريقيا، سبورتنج ده مؤخرا بقى سبورتنج بقى، والسيد اهو بيفكروا اكيد وسموحه يعني متهيألي في الولاد تقريبا بعاد شويه في الرجال طبعا اقوى. طيب خلينا يا كابتن انجي نستعرض الجهاز الفني لنادي الصيد عشان برضو الساده المشاهدين يعني يبقوا عارفين معانا طبعا اصحاب الطرف الثاني في الفاينل، وطبعا اديهم حقهم ان هم وصلوا اكيد فاينل، دي حاجه جميله ليهم. اتفضل يا كابتن. كابتن احمد فتحي مدير فني طبعا بس انا عايزه يعني اوجه طبعا كابتن احمد ما شاء الله يعني هو عامل فرقه كويسه جدا، وهو هيعمل يعني هو مطلع جيل كويس قوي زي ما طلع اجيال قبل كده. طبعا محمد عبد الرحمن مدير العام، سيد طه مدير عام مدرب عام، مصطفى رمضان مدرب، احمد عبد الله مساعد مدرب، إمام شنن إداري الفريق، منة طلع حسني محلل تقني، دكتورة منة شرقاوي أخصائية علاج طبيعي، دكتور بلال مخطط أحمال.
خليني اقول لك برضو يعني وجود الدكتور اشرف الفرع او كابتن اشرف الفرع على راس منظومه النشاط الرياضي، هتحس ان حتى تشكيل الجهاز الفني مقارب جدا لتشكيل الجهاز الفني بالنادي الاهلي. دي حقيقه. في روح الاهلي. في روح الاهلي. اولا لا بس الطائره هتلاقيها اينما وجدت هتلاقي روح النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره لمباراه النهائي كره الطائره سيدات الاهلي والصيد، نهائي ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم تاني نهائي كاس مصر للكره الطائره سيدات الاهلي والصيد، المباراه ستقام على صاله الشرقيه للدخان بالجيزه في تمام الساعه السادسه، يعني خلاص يعني يمكن حوالي 45 دقيقه ان شاء الله وستقام المباراه. كل التوفيق لفريق كره الطائره سيدات، وبفكركم ان فريق السيدات حصل على لقب الدوري منذ اسبوعين تقريبا او نقول ثلاث اسابيع، والرجال ايضا ان شاء الله السيدات بتخلص اهي الكاس ان شاء الله، وايضا الرجال بيلعبوا النهارده مباراه مهمه مع شاي الدخان في الدور 32 بس هتتلعب في صاله الامير عبد الله الفيصل. ان شاء الله كل التوفيق للرجال والسيدات اللي بيحلقوا في مكان اخر. يعني اخوكم بعيد عن الماتش شويه كده بس ايه نسال رايكم ايه في ماتش الرجال الاهلي والزمالك، يعني كان عندكم شك في لحظه ان احنا ممكن يعني نخسر ولا لا؟ انا بأمانة. خالص لا خالص والله ما كانش في شك. لا خالص. طب وندي انت في شك خالص. يعني حتى وانت بتتفرج على الماتش عندك ثقه كامله ان لا كل اسم خالص. في النادي الاهلي بملعب فرقه لوحده فيعني لا كنت مطمنين جدا لعلمك الثقه دي اساسها اللعيبه هم اللي ادوا للجمهور الثقه دي مش لعيبه بس اللعيبه والجهاز الفني. طيب خلينا نروح لقائمه لاعبات النادي الاهلي يا كابتن ندى ونعرف الساده المشاهدين اللاعبات وايضا بعد ما نستعرضهم نقول مين برضو اللي مش هيتواجد معاهم النهارده. اتفضلي يا كابتن. طبعا احنا عندنا ايه الشامي ضريبه مركز 2 رقم 1، عندنا ندى وليد ليبرو الفرقه رقم 2، عندنا دعاء الغباشي رقم 3 ضريبه من مركز 4 بس هي هتغيب النهارده، عندنا مروه مجدي رقم 4 ضريبه من مركز 2، عندنا المحترفه ناتاليا رقم 5 ضريبه من مركز 4، دانا شوقي رقم 6 صانعة ألعاب، مريم متولي رقم 7 ضريبة من مركز 3، عندنا كابتن نهلة سامح طبعا كابتن الفريق رقم 8 ضريبة من مركز 4، شروق فؤاد رقم 9 صانعة ألعاب، مايا ممدوح رقم 10 ضريبة من مركز 2 و4، سارة أمين رقم 11 ضريبة من مركز 4، فريدة العسقلاني رقم 12 ضريبة من مركز 3 وبرده هتكون غايبة النهارده، نرمين المنشاوي رقم 13 ضريبة من مركز 3، رحمة حسن رقم 14 ضريبة من مركز 4، مي غزال رقم 15 ضريبة من مركز 3، ملك مرجان رقم 16 ليبرو، سلمى سعد رقم 17 ليبرو، فريدة الحناوي رقم 21 ضريبة من مركز 4، وعندنا طبعا سهيلة وفيق برضو صانعة ألعاب هتكون موجودة معانا النهارده إن شاء الله. طيب خلينا أقول مي غزال، رحمة حسن لعيبة ناشئة صح؟ لا رحمة لا أنا آسف. طب يبقى مي غزال مي وملك وسلمى وفريدة يبقى هو كابتن حمدي صافي في اربعه من الصاعدين او يعتبروا شابات، مي غزال، ملك مرجان، سلمى سعد، فريده الحناوي، ودول مستقبل النادي الاهلي اكيد ان شاء الله. كابتن انجي ممكن نستعرض قائمه سيدات الصيد؟ اتفضلي يا كابتن. ليلى عماد صانعه العاب رقم 1، هدير يسري رقم 2 ضاربه مركز 2، سما عماد رقم 3 ضاربه مركز 4، هنا علاء رقم 4 ضاربه مركز 3، مريم مصطفى ليبرو رقم 7. مريم كانت في الاهلي بنت كابتن هناء حمزه طبعا. اتفضلي. رنا عبد الحليم رقم 8 ضربه مركز 4، زينه علي رقم 10 ضربه مركز 4، حبيبه زعتر رقم 11 ليبرو. في نادين زعتر انت رقم 9 نادين وحبيبه اخوات نادين وحبيبه رقم 9 ضريبه 4، نهى عادل رقم 13 صانعه العاب، سلمى صلاح رقم 15 ضريبه مركز 3، ندى مرجان رقم 17 ضريبه مركز 3، حبيبه طارق رقم 18 ضريبه مركز 2، ندى حمدي رقم 19 ضريبه مركز 2 و4، داليا المرشدي رقم 20 ضريبة مركز 3، أي النادي رقم 25 ضريبة مركز 2 و4. تمام. وخلينا برضه استعرض بحضراتكم مشوار الأهلي في كأس مصر لسيدات الطائرة، يعني في دور ال 16 النادي الأهلي فاز على الطيران بنتيجة 3-0، ده كان أول لقاء لينا في تصفيات كأس أو أدوار كأس مصر دور الثمانية، صعود الأهلي طبعا مباشرة لأن الفرقتين الطرف الثاني في دور ال 16 اللي كانوا 6 أكتوبر وأصحاب الجهاد كان المفروض واحد يتأهل منهم ولكن الاثنين انسحبوا فالأهلي كان باي دور الثمانية. دور الأربعة ودور قبل النهائي كان فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0، المباراة تابعناها يوم الجمعة الماضية
على صاله نادي سبورتي. مشوار نادي الصيد للوصول لطبعا الفاينل برضو مستعرضه مع حضراتكم. الصيد فاز على سموحه بنتيجه 3-2 وكانت مباراه قويه. دور الثمانيه فاز على الشمس 3-0، ودور نصف النهائي فاز على الزمالك 3-0. يمكن مشوار الصيد كان اصعب منا كتير. انا كتير بكتير بس يعني بس برافو عليهم يعني لاعبين 3 ماتشات يعني 3 ماتشات يعني لا والشمس والزمالك صح يا كابتن؟ لا صح طبعا. يعني انا دلوقتي لما استعرضت انا طبعا عارف ان هم لعبوا الزمالك، بس الحقيقه ما كنتش اعرف هم لعبوا مين قبل كده. بس بجد يعني برافو عليهم. لا هم هو فرقه كويسه جدا، فرقه طالعه صغيره وفرقه كويسه عندها حماس اللي هي تكسب وتلعب وتشارك في حاجات سواء افريقيا. انا كنت سامعه ان هم عايزين يشاركوا في افريقيا، يعني هم هيحاولوا. مش محترف؟ لا ما همش محترف، ما بالك بقى لو جالهم محترف. هم معاهم كمان مدير فني يعني ما شاء الله، يعني كابتن احمد فتحي من الناس اللي على المستوى يعني الشخصي وعلى المستوى الفني والمهني يعني من الناس الرائعين. يعني احنا اتمرنا معاه طبعا في المنتخب. دي لقطات يا كابتن من الاهلي والطيران، ماتش الاهلي والطيران اللي كان في دور 16 في كاس مصر. دي كانت لقطات منه، كانت كاميرا ابطال هناك، كنا خدنا لقطات مستعرضه مع الساده المشاهدين. انا اسف يا كابتن ندى قطعتك. لا فكنت بقول لحضرتك يعني ان كابتن احمد فتحي يعني من الناس اللي دقيقه قوي في شغلها وبيحب اللعبه وبيحب الفولي وعايز يحقق حاجه وعايز يطلع جيل يفيد المنتخب قبل ما يفيد النادي بتاعه. فهو يعني دؤوب جدا في شغله زي ما احنا شايفين. هو النتائج باينه، هو مش بس فريق الدرجه الاولى، هو عنده قطاع ناشئين هايل. خد يعني بطولات قطاع ناشئين هايل في مرحله هو كان حتى مرحله 18 سنه وما كانوا يعني برضو الاهلي خد بطوله الجمهوريه 18 سنه بعد مباراه صعبه جدا مع نادي الصيد. صح. فهو وكان السنه اللي قبلها نادي الصيد هو اللي واخد البطوله، فهو محقق نجاحات كبيره جدا. بس خليني اقول حاجه بقى، معلش عايز حضراتكم تشاركوني فيها. طبعا حضراتكم كباتن مصر ونادي الاهلي ولعبتوا سنين طويله وحصلتوا على بطولات، يعني يعني ما شاء الله الكباتن اللي معايا في الاستوديو يعني لو حطينا السيفيهات مع بعض ممكن نخش في 50 60 بطوله اللهم صل على النبي. فلما نادي زي نادي الصيد عمل جيل كويس، مجلس اداره فاهم، جاب مدير نشاط رياضي خبره، جاب كابتن احمد فتحي. الخوف بقى ايه بيحصل؟ ايه بيبقى الموضوع كويس وماشي كويس وبدا ياخدوا خطوات، تيجي السياسه تتغير او يجي المجلس يتغير تلاقي السياسه اتغيرت خالص، تلاقي نادي الصيد بعد ما بنى ليه ما فيش استمراريه؟ يعني انا بسال ليه ما بنحاولش نحافظ لما يبان حاجه كويسه نحافظ؟ هم اللي بيحاول يمشي على نفس منظومه الاهلي بينجح. احنا عشان احنا الاهلي دايما عندنا منظومه واحنا صغيرين بنطلع بيها، فهو احنا مستمرين على كده. لو هم برضو فضلت نفس النظام عندهم بنفس المنظومه اللي عندهم هيفضلوا برضو ماشيين على كده. بيزعل ان المجهود اللي اتبذل ده مثلا ممكن بعد سنه او اتنين حضرتك فاهمين يا كابتن نادي؟ يعني بعد ما عملت فرقه ونادي السيد عمل فرقه وبدات تنافس، احنا ما ابدا ما يزعلناش ان يبقى في فرقه واثنين وثلاثه بتنافس، بس بيزعل ليه لما يلاقي فرقه ممكن تكون كملت وعملت فرقه كويسه وبعد شويه اجي ابص الاقي يلا طب خلاص شكرا كده يعني. بس هو الركب برضه على اللعيبه يا كابتن، يعني هم يعني المدربين بتتغير والاجهزه بتتغير وكل حاجه بتتغير، بس اللعيبه ما بتتغيرش، اللعيبه هتفضل مع بعض. بس المشكله ثانيه كمان ان اللعيبه بتيجي في وقت بتبقى حاطه عينها ان هي عايزه تروح النادي الاهلي، فبتيجي في الاخر حقهم طبعا. بس انت بتيجي في الاخر بتلاقي نفسك عندك في الاهلي مثلا 18 لاعيبه منهم مش عارف تلعب مين ولا مين، 8 او 10 دوليين واللي طالع لك دولي بس شباب او شباب يعني بس اقصد كدرجه اولى. بدل ما كانت اللعيبه دي بتحتك وبتلعب طول الدوري في ماتشات بقت بتقعد بنش. فده ما هو ده بيهد اي فريق تاني ان انت ما هو إن دلوقتي انت كنجم دلوقتي حاطط عينك ان انت عايز تروح نادي او طبعا حقك وكلنا بنلعب علشان نوصل لاعلى مرحله في الرياضه. بس انا دلوقتي لازم يعني لازم البنات الصغيرين يبقوا فاهمين انت ما تروحيش مكان غير ما تبقي حاطه رجلك فيه، ان انت هتلعبي وتستفيدي وتفيدي نفسك، انت تفيدي النادي وتفيدي نفسك. فانت لو هتروحي تقعدي بنش انت هتخسري سنين من عمرك، طبعا هتكسبي خبره كبيره وكل حاجه بس انت هتخسري سنين ممكن تحتكي فيها وتبقي اعلى وتدخلي برضو النادي الاهلي بس تدخلي في مكانه تقدري تلعبي فيها وتثبتي نفسك. ما يبقاش الموضوع ان هو مجرد ان انا عايزه ادخل النادي الاهلي وبعد ما ادخل في كتير حصل كده ان انت ممكن تدخل النادي الاهلي لعيبه تيجي تلعب سنه او اتنين وبعدين تلاقي نفسها اولا مش قادره تتكيف مع السيستم ومع النظام ومع المنظومه دي كلها، تلاقي نفسها مش قادره تادي، تلاقي نفسها مش وهي كانت ممكن تكون كانت نجمه في فرقتها. نعم ونجمه في المنتخب، يعني بتتاخد في المنتخب وبتلعب اساسي وكل الكلام دوت. فطبعا اكيد احنا عايزين في النادي يبقى
احسن بنات واحسن جيل موجود، بس احنا عايزين برضو يبقى في احتكاك يعني عشان احنا بناتنا يستفيدوا وبالتالي نفيد المنتخب وبالتالي يبقى في منافسه. يعني زي ما احنا بنقول نحس بقى بطعم المكسب، احنا بنبقى عايزين نروح بطوله افريقيا عشان عايزين نحس بطعم المكسب ان احنا بننافس وفي فرق قدامنا وبتكسب بصعوبه يعني الموضوع بيبقى فيه منافسه، الكومبيتيشن بيبقى قوي بالظبط. لكن لو انت فضلت حاطط في دماغك هدف معين ممكن يكون الهدف ده مش احسن حاجه بالنسبه لك. يعني المفروض البنات دلوقتي يكون عندهم من الخبره ما يساعدهم ان هم يبقوا نظرتهم اوسع للموضوع. صحيح. طب يعني كابتن ايجنت رايك كده من راي كابتن ندى انه اللاعبه حتى لو جالها فرصه ان راح النادي الاهلي بس هي شايفه في مركزها لاعبه واثنين وثلاثه دوليات، خلاص خليني في النادي بتاعي واعمل معاه نتيجه كويسه، هتعلى اكتر مستواها هيعلى اكتر، بس مش هتاخد بطولات، بس احتكاكها هتفضل في الملعب طول ما اللعيب في الملعب بيلعب، غير لما اللعيب بيفضل قاعد بره على البنش. انا في الملعب بلعب هعلى، لكن وانا قاعده بره ما فيش. طب ده اللي يخص اللاعبات. طب اللي بيخص الاداره، يعني اوقات كتيره جدا بنلاقي يعني الاداره بتاعت السيد المحترم عملت جيل كويس وعملت قطاع محترم كامل في الكره الطايره، ممكن الاداره في وقت من الاوقات تتغير، دي سنه الحياه. ليه ما بتجيش الاداره تمشي على نهج اللي كانت قبل منه عشان يقدر يحافظ على، زي مثلا في انديه زي هيليوبلس هتلاقي الووتر بولو عندهم ده ما فيش اداره راحت او اداره جت الا ما لازم الووتر بولو هو رقم واحد. فالواحد بيحزن ان في مجهود بيتبذل وممكن بعد سنتين ثلاثه ما نلاقيش نادي الصيد يرجع تاني ما يبقاش على الخريطه. هو في جزء على اللاعبات وفي جزء على الاداره. اكيد طبعا هم لازم، بس يعني كاداره تبقى هي حتى خطه مستقبليه حتى للي بعده يجي ينفذ يكمل اللي بيحصل ده. لكن انا مش هفضل اللي انا افضل واقفه محلك سري، طب ما انا عايزه اعلى ازاي؟ فهي هو لازم يبقى في سيستم يبقى ماشي على اللي يجي يكمله. مشكله كمان يا كابتن ان يعني عندنا غالبا الادارات يعني اي حد بره النادي الاهلي يعني بيبقى عايز يجي يمحي اللي عمله اللي قبليه كله علشان يبان بصمته هو. فالموضوع ده طبعا بيأثر في الاخر على النادي. بس هو يعني في الادارات يعني او الفكر، مش هتكلم عن الادارات بحد ذاتها، الفكر نفسه انه ممكن يكون حد فكره مش رياضي يعني مثلا نادي الصيد مش نادي رياضي، نادي اجتماعي. فممكن يجي يقول لك لا انا هرجع تاني لنادي اجتماعي تاني وهرجع تاني للنشاطات الاجتماعيه اكتر، فهو الواحد بيزعل. بس خلينا نعيش اللحظه ان في قطاع كويس ونادي الصيد عامل حاجه محترمه واحنا كمان يعني هو القطاع بتاعه كله اغلبه يعني هو ما عندوش مثلا لعيبه رياضيين فقط، هم كلهم اعضاء. فانت ما انت هو ده نشاط انت نادي اجتماعي وعامل نشاط يعني للاعضاء. كل اللعيبات اللي ما عندوش يعني ممكن يعني حتى اللعيبه اللي هي 2 متر وشويه لا دي لعيبه النادي اصلا، هم كلهم ولاد النادي يعني هم حتى حاطين حاجه غالبا ان هو ما يقدرش يجيب من بره النادي غير لعيبتين. بس في اثنين من الاهلي انا بقول لك هو حاطط حاجه ان هو يعني هم ليه لاعبتين بس من بره النادي او ثلاث لاعبات حاجه كده يعني عدد مقنن قوي من 18 واحده. لو هتحط لاعبتين او ثلاثه من بره مش هيفرق في زي حاجه. زي برضه يا كابتن نادر لو تفتكر كان وادي دجله كان قاعد فتره لما كان كابتن هاني مصلحي كان هناك، فاكرين الفتره دي كان عامل طفره جامده والقطاع الناشئين وكان دايما هو والاهلي هتلاقيهم كانوا دلوقتي لحد لا بس دلوقتي فتحوا شويه اعتقد لا بس هو وادي دجله يعني في قطاع الناشئين هايل يعني مازال ماشيين. طب دي حاجه كابتن هاني مصلحي عامل يعني عامل مجهود رهيب هناك بصراحه. يعني الواحد لما بيشوف انديه وادي دجله ما بيصدقش يعني انه نادرا فعلا ما بيشوف نادي بره يعني مش نادي رياضي نادي اجتماعي او نادي يعني ملوش تاريخ قوي في الرياضه ووصل لمرحله ان هو بينافس بفرق عدد يعني فرق رهيب قطاع الناشئين او الناشئات انا اسف الناشئات بالذات بينافسوا حتى الان بينافسوا طبعا بينافسوا. دي حاجه تبسطنا، دي حاجه يعني جيل طالع جيل كويس طالع وده بيعمل ما شاء الله يعني اكتر من فرقه يعني في الجيل نفسه بيبقى عندك وادي دجله الف وب وجيم ودال يعني ما شاء الله يعني عنده قطاع مثلا ممكن هو كل ده فرقه 10 سنين تلاقي فيها 100 لاعب مثلا ست سبع فرق تحت 10 سنين. فدي حاجه طبعا بتفيد الاعضاء في الاول لان اولادهم ما انت بتيجي تلاقي فرقه واحده في النادي عايزه 12 لعيب، طب انا عايزه العب ولادي اعمل ايه؟ فطبعا ده بيخلي فيه يعني فرق أمل. كتيره عندك أمل إن تخش جيل كبير جيل كبير كمان صحيح. جيل كبير جدا يعني لما يبقى عندك قطاع ناشئين زي دوت اولا قدامك فرصه في المنتخب ان انت تنقي من 100 لاعب غير اما يبقى انت قدامك هم 3 4 انديه اللي بيطلعوا جيل كويس في الناشئين فانت بتجمع 40 لاعب بتنقي منهم للمنتخب بيفضل هو ده القوام اللي بيكمل معاك لحد الدرجه الاولى. صحيح. طب وبمناسبه المنتخب يعني كابتن ايجنت يعني هل المنتخب السيدات ليه اشتراكات قريبه برضو؟ انت اكيد يعني اوير بالكلام ده. هو انا اللي انا اعرفه ان هم في المفروض هيتجمعوا على طول قريب عندهم بطوله بس انا مش عارفه بطوله ايه بالظبط. بس المفروض هيتجمع قريب يعني هو تقريبا هيخلصوا
هيخلصوا هيتجمعوا بعد 10 الكره الشاطئيه شغال دلوقتي. هم هيتجمعوا برضو عندهم حاجه وكانت ايه لسه بتقول لي قبل المنتخب يعني بس المنتخب اوريدي فيه اشتراكات يعني كلنا مش معطله الدنيا بس بيتهيألي ان كل المنافسات القاريه واقفه لما بعد الاولمبياد يعني الاولمبياد خلاص احنا بنتكلم في 40 يوم فاضيين او 45 يوم يعني حاجه زي كده فبتهيألي يعني هيبقى كل اللي شغال حاجات مؤهله لطوكيو ممكن انما حاجات قاريه كله متاجل لبعد ما هو غالبا لو هيتجمعوا بعد مثلا 10 ايام او 20 يوم هيبقى معسكر شهر شهرين لبعد الاولمبياد ممكن يبقى بقى امم افريقيا او ممكن ممكن اكيد اكيد هنعرف واكيد هنعرف من الملعب برضو الاشتراك كان ايه طب انت قولي لي بقى انت طبعا اختي ايا الشامي وكده قولي لي بقى بتحضري لها ماتشاتها ولا من بعد ما بطلت انتوا لعبتوا مع بعض الاول صح؟ احنا لعبنا مع بعض كام سنه؟ لا كتير كام يعني من ساعه ما ايا جت الاهلي انا مبطله انا مبطله بقالي 4 سنين تمام فهي تقريبا 2014 يعني لعبوا مثلا نقول سنتين ثلاثة مع بعض مثلا بس لعبوا كمان في الشمس مع بعض لا مش في الاهلي بس اهلي بس اهلي منتخب او منتخب طبعا منتخب المنتخب لعبنا كتير عشان ايا كانت في الشمس و بتتجمع معاها بتتجمع معاها ولعبتوا مع بعض طب قولي لي بقى ايه انت دايما ايه نصيحتك لايا يعني دايما تقولي لها ايه؟ انا دايما بقول لها ما تفكريش كتير لا انا بقول انا دايما لا بحب دايما ما يبقاش اللعب قوه بس يعني انا طول عمري كنت بقول لها كده مش شرط ان انا اضرب او قوه بس او ما بحبش يعني ماشي في وقت لازم يبقى فيه قوه بس في تاني وقت تاني لازم يبقى فيه دماغ شويه وهو ده اللي انا دايما بقوله لها اقول لها مش لازم كل حاجه قوه مش لازم كل حاجه ضرب لا في لازم اتصرف في كوره مش مظبوط ده يعني معظم الحاجات عارفه فكرتني بايه كوره اللي احمد صلاح ماتش اللي فات تقريبا كانت اخر كوره في المباراه واترفعت له وكان المفروض يضرب جامد هو ما ضربش هو لعبها زي تاتش بلوك يعني هو كان طالع يضربها جامد بس ضربها تاتش بلوك عشان ايه عشان ياخد النقطه ما هي يا كابتن هي انا لو طلعت ضربت كوره بكل عزمي وجبت النقطه زي ما طلعت حطيت مثلا ايزي طب او حطيت بليس بقى هي النقطه واحده هي نقطة. مش هاخدها انا عرفت الفرق بين ايا وانجي خلاص انا كنت لسه والله كنت بس انا عرفت يعني انت جبت اثنين واحده شرق وواحده غرب وثلاثه بتنصحوا بعض بايه شكرا يا انجي لا انا هرجع لك يا ريت ايا ما تسمعيش كلام انجي المكان هنا بقول لك ما تسمعيش كلام انجي خالص مشاهدينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل تغطياتنا المستمره لنهائي كاس مصر سيدات الكره الطائره الاهلي ونادي الصيد ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد بفكركم ان شاء الله بعد دقائق يمكن ثلث ساعه 25 دقيقه ستنطلق احداث المباراه النهائيه الاهلي والصيد الكره الطائره سيدات في نهائي كاس مصر وفكركم ثاني ان هذا الفريق هو حامل لقب الدوري وفاز به من حوالي اسبوعين او ثلاثه فان شاء الله تبقى الثنائيه لهذا الفريق. كابتن ندى اجيلك يمكن كنا بنتكلم قبل يعني الفاصل او اثناء الفاصل عن كاس مصر هل انت كم كاس مصر حصلتي او حصلت عليه 11 ما شاء الله يعني رقم طب انت تفتكري ليكي ذكريات مع كاس بالذات بطوله كاس مصر هل في حاجه كان في البطوله دي بالذات حاجه انت تفتكريها مش قادره تنسيها في حاجه انا وانجي ممكن نفتكرها كنا مره كانت انجي ساعتها في الشمس كنا بنلعب كاس مصر نهائي كاس مصر في المنصوره وكانوا عاملين قانون جديد بتاع الارسال النقطه بتتعاد ده كان يعني ماتش مضحك جدا 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 لانه كنت حصل الشمس كانت انجي لسه بتلعب في الشمس وانا بلعب في الاهلي وكانوا عملوا لعبتوا الفاينل في المنصوره ما هو كانوا دايما كانوا زمان بينقلوا النهائي دايما بتاع الكاس في اي محافظه ثانيه لتنشيط الرياضه يعني بس على فكره انا عايز اقول لك على حاجه اغلب الاتحادات كاس مصر بالذات شايف اسم كاس مصر لازم يتلاقي في العاصمه عشان تبقى فاهمه بس لا احنا كانوا دايما كانوا بياخدونا كاس نهائي كاس يحطونا في اي محافظه كنوع من انواع التنشيط يعني للعبه في لا اعتراض في اي مكان تاني يعني كانوا عاملين رحنا المنصوره وكانوا عاملين قانون جديد بيجربوه نوع من انواع التجربه انه الارسال كل فرقه من حقها يعني اللاعب من حقه ان هو يلعب الارسال مره لو ضاع ما تتحسبش بنقطه عليه ليه فرصه ثانيه ان هو يعيد ليه فرصه تانية ان هو يعيده لو ضاع بقى المره التانية يتحسب بنقطه للفريق الاخر يا خبر ابيض ده الجمال كان ماتش بقى خدت 6 ساعات الماتش ده والشمس هم كانوا الشمس كانوا مميزين جدا في ارسالاتهم فكل واحده فيهم تروح ترزع الارسال الاولاني يا يجي بنقطه يا يضيع يقول لك طب هعيد تاني مش تروح لعبها مضمون لعبنا الماتش ده يعني هو خلص 3-0 برده
بس لعبناهم في ساعتين ونص مثلا بقى الثلاث اشواط دول. طب ده كويس ان احنا ما كناش موجودين عشان ما ننساش حاجه زي كده. كان رهيب فعلا يعني. كان كابتن رؤوف ساعتها المدير الفني كان فعلا بيتنطط بره على الخط يعني. حرام عليك كابتن رؤوف المدير الفني. كان المدير الفني وقتها في الاهلي. حرام عليكم اللي بتعملوه في اللعيبه. اه لا ماتش ما يتنسيش. كان القانون ده الاتحاد الدولي بيجربه ولا الاتحاد المصري؟ دولي. كان الاتحاد الدولي بعد بيه اختار الاتحاد المصري يجربه. طبعا فشل في كل العالم يعني. كان هو الماتش اتلعب للماتش بتاعنا بس. انا كان فاكر زمان كان مش اعاده، كان السيرف لو انت خسرته في حاجه اسمها تشينج سيرف. ما كانش بنقطه. ما كانش بنقطه. ده بقى كان يعني كان مرار. لا وده كمان فيها ان انت تلعب بالسيرف بس برضه كان زمان الجيم كان 15 نقطه بس مش 25. ايوه بس مرار يعني برضه يعني احنا ممكن نقعد في تشينج سيرف دي ربع ساعه ونص ساعه. ده من الاسباب اللي خلت الاتحاد الدولي يقرر ان هو يلغي الموضوع دوت. فكره ان الماتش بياخد وقت طويل جدا وبيهدر في الوقت يعني. انت كده ما بتستفدش حاجه. انا بس عايز افكر الساده المشاهدين، كان في قانون زمان في كره الطائره دلوقتي عشان بس حضرتك تبقى فاهم كنا بنقول ايه. كره الطائره السيرف تلعبه، فلو انت خسرت السيرف وراح للفرقه الثانيه مش نقطه في يعني. لما بتخسر سيرفك حاجه اسمها تشينج سيرف يعني، عشان تاخد نقطه لازم يكون السيرف معاك انت. عشان تاخد نقطه يبقى السيرف معاك. لو لازم هناك تهاجم. لازم تهاجم يعني لازم تهاجم. فممكن نقعد ممكن نقعد في الماتش مثلا 45 دقيقه في تشينج سيرف ده والسكور زي ما هو 5-5 والكره تروح هنا يلعب ما ياخدش نقطه تروح هنا يلعب. فكان طبعا حاجه صعبه جدا. كابتن ندى بتتكلم على ايه بقى؟ الاتحاد الدولي حب يعني يقول لاحد التجارب او الفكر الجديد في القانون. قال لك طب نعمل ايه زي التنس، السيرف لو راح في الشبكه ما تخسرش، لا لازم تغلط غلطتين عشان تحسب عليك نقطه. فطبعا كان برضو الموضوع طويل، الموضوع صعب. وكانت انجي ساعتها بتلعب في الشمس وكانت ندى ساعتها بتلعب في الاهلي. طب ايه تاني تفتكريه غير كده؟ يعني انا فاكره دوت لان دوت كان ماتش طول يعني انا على ايامي انا يعني كان الماتشات بصراحه احنا كنا دايما بنلعب نكسب 3-0 يعني. فما كانش في حدث معلم معايا على اساس ان دلوقتي غير كده. لا يعني دلوقتي في منافسه يعني في فرق بتنافس وفي فرق بتطمح ان هي تكسب. كنا زمان بننافس يعني كان بنفس ما انجي كانت في الشمس. كانوا طبعا الشمس كان ند لينا قوي بس برضه يعني احنا كنا مثلا المنتخب 10 لعيبه من الاهلي وانجي ودينا عسل من الشمس. فيعني الموضوع كان صعب على انجي ودينا برضه. فكان كنا في الاخر بنكسب 3-0 بس برضه كان زمان يعني. ندى لو انت فاكره فرقه سبورتنج كانت جامده جدا، فرقه الزمالك كانت جامده جدا ايام كان فيها نعمه وناهد الناس دي يعني. كانت لا فرق كانت جامده برضو. كان في يعني كان في على الاقل تاني وتالت يعني كان دايما بيبقى فيهم احتكاك. ماشي الاهلي كان دايما محتكر بس برضو كان في فرق تانية كانت فيها منافسات يعني. بيبلغوني دلوقتي ان في بطوله شباب كاس عالم للشباب. الشبات تمام. هتتلعب من 9 ل 18 يوليو وهتتلعب في هولندا وبلجيكا ومصر هتشارك فيها. ممكن هو ده التجميع اللي قصدك عليها. انا حابه بس اقول كمان ان البطوله دي المنتخب الاتحاد الافريقي اختاره يعني بالتسكيل ان هو كان حامل اللقب السنه اللي فاتت. يعني بطوله افريقيا ما اتلعبتش السنه دي المؤهله لكاس العالم بسبب الكورونا. فالاتحاد اختار مصر لان هي حامله اللقب في السن دوت البطوله اللي فاتت. بالظبط كويسه جدا. فمصر هتشارك ان شاء الله في يعني بطوله العالم. بس ده برضه بيبقى عيب شويه ان اللعيبات ما احتكوش. يعني انت لما بتلعب افريقيا بيبقى احتكاك ليك كويس قبل ما تلعب. انت ما لعبتش افريقيا طبعا. فلازم يبقى له بديل معسكر. ما هو غالبا انجي بتقول 10 ايام وهيدخلوا معسكر. وكانت كابتن يسرى عبد الكريم برضه كانت بتكلمني بتقول لي ان هي كابتن يسرى كابتن مجلاء. لا تقريبا حمدي ولا مجلاء مش عارفه بس انا عارف مين الجهاز الفني. كابتن يسرى عبد الكريم انا عارفه ان هي مدربه في الفرقه وكان معاها يعني قبل ما البطوله دي تتلغي كانت معاها كابتن نجلاء نجلاء المصري هيبلغونا من سبورتنج وكابتن يسرى عبد الكريم طبعا نجمه الاهلي. كل التوفيق وده يمكن حاجه كويسه اهي يعني تحرك الدنيا يعني. طبعا يعني برضه تبقى على الاقل يبقى الاتحاد لسه عنده نشاط لان يعني بعد الموسم ما يخلص هتبقى. والبنات يعني مع البنات ده الجيل ده حرام ان هو ما يشاركش في اي حاجه دوليه يعني مع المنتخب. خلي بالك 20 سنه برضو في جيل كويس يعني. انا مش عارفه بصراحه بطولاتهم برضو ايه موقعها يعني. بس انا بتكلم على جيل ال 18 دوت لان هم فرقه كويسه قوي. في منهم كوادر كتير بتلعب في الدرجه الاولى في الاهلي وفي منهم بيلعب في هم الاربعه اللي احنا قلناهم دول كانوا 18. دول كانوا 18 وفي زيهم في الصيد برضو قوام اساسي في بالظبط في برضو اربعه او خمسه بيلعبوا برضو في درجه في فريق 18 سنه. فحرام ان الجيل دوت ما يشاركش في اي حاجه دوليه ويحتك يعني يبقى بس طيب.
لانه ماتش الزمالك الرجال كمان هيلعب درجه اولى ولا لا؟ ماتش الرجال الكاس الزمالك وسبورتي. ما هو دلوقتي احنا هنلعب النهارده احنا مشاهد دخان، الزمالك بيلعب مع سبورتي بنات، انا اسف الزمالك وسبورتنج بيلعبوا على ثالث في البنات، الزمالك قبلينا الماتش قبلينا، انا اسف معلش انا فهمت غلط، الزمالك وسبورتنج بنات بيلعبوا على الثالث بالظبط على ثالث ورابع، 1-1 في الاشواط الشوط الثالث 2020 يعني الزمالك وسبورتنج فطبعا ماتش جامد ماتش جامد و2020 بس كده شكله هيطول، ده غالبا كده ماتشنا هيتاجل، هم بيلعبوا في نفس الصاله وهي طبعا يعني حاجه كويسه ان الماتش يتاجل شويه تبقى مين قصدي، بس هو الفكره انه يعني يعني ممكن يتاجلوا على الاقل نص ساعه، هيتاخر شويه طبعا يعني احنا بنتكلم في 1-1 لا لا مش اكتر ممكن اكتر كمان على الاقل عايزينهم ساعه الا ربع 20 سنه ايوه ما احنا ايوه ما بلغوني ان بطوله ال الكاس العالم دي 20 سنه شباب شباب تحت 20 سنه بس احنا كنا عايزين نعرف الجهاز الفني لو يعني لو عرفتوا قدرتوا تعرفوا برضو عشان ايه ندي للجهاز الفني حقه ونديله دعم تمام. طيب خلينا نتكلم عن بطولات افريقيا، بطولات افريقيا دي طالما يعني كان فيها عذاب فكانوا كزراني وكينيا بقى والحاجات دي كلها كزراني افريقيا كلها كزراني افريقيا عايز حاجه ثانيه، كزراني ده مجمع الصالات في نيروبي فاللي راح هناك هتلاقي فيه كان في صاله مغطاه كويسه جدا هناك، بس خلينا نتكلم على حته بقى اللي راح كينيا عانى منها الاكسجين والاكل، انا كان الاكل لا الاكل طبعا ده في اي حته يعني كنا بنتعب بس الاكل قولي كنا بناخد معانا اكل شوط اكل طب قولي موضوع الاكل كنت بتطبخوا مثلا ممكن يعني مثلا كان اعرف يعني لعيبه معانا يجيبوا معاهم تونه وبتاع احنا كده احنا علبنا يعني الاهلي كان بيطلع لنا صندوق اكل معانا كل الحاجات المعلبات دي موجوده معانا جاهزه يعني لاي طوارئ، انا كان معايا لاعب عارفاه شعوط طبعا ده هو بيلعب في نادي الجزيره دلوقتي وبتاع كان معايا في نادي الاهلي وكنت انا ساعتها يعني بنلعب بطوله في 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 افريقيا وكان لا يا رب كنا مع المنتخب كنا مع المنتخب مش مع النادي الاهلي وكان قاعد معايا في الاوضه فكناش بناكل اكل الاوتيل خالص فكان ما كانش عندنا غير التونه فكان يقوم الصبح يا كابتن هيثم هو اصغر مني بقى وحبيبي يعني انا كنت متبني تحب تاكل النهارده ايه؟ اقول له تونه يقول لي طب انا هغير لك اعمل لك تونه بالفلفل نيجي بكره ده بيبقى الوضع في سفريات افريقيا كلها طب هناكل ايه تونه؟ تونه ايه؟ تونه بالبصل هو بقى اليوم بقى بينوع لي بقى عشان ما تزهقش ماما كان ده حق ما هنعمل ايه؟ لا الوضع صعب جدا في افريقيا طب قولي لي بقى الاكسجين وكينيا ولا كينيا يعني كمان كينيا ده في حاجات كمان اصعب من كينيا مثلا اثيوبيا مثلا يا خبر ابيض اثيوبيا دي ما لعبناش فيها كتير لا احنا لعبنا مره تصفيات فيها كانت رهيبه تصفيات بس هو مشكله كمان في كينيا يا كابتن اللي احنا الصاله كبيره جدا بس الجمهور اللي جوه الصاله ما بيخليش الاكسجين يوصل اصلا حتى لو في اكسجين مش هيبقى في اكسجين هي في كينيا كمان اللعبه الشعبيه الاولى كره طايره نساء بيحبوها يعني مش رجال يعني اللعبه الشعبيه الاولى زي كره القدم عندهم فاحنا بنلعب في كازيراني الصاله مقفوله والله يعني يا جماعه طب هو الاكسجين قليل جايبين الناس دي ليه؟ لا والصاله مقفوله مقفوله مفيش مكان انا اول بطوله طلعتها مع الدرجه الاولى كانت بطوله افريقيا في كينيا اول بطوله يعني ما كنتش لعبت معاهم الدوري يعني انا اتصعدت كان وقتها بطوله افريقيا وكانت لسه كابتن تهاني توسن مبطله ما كانتش مبطلت كانت في بعثه في المانيا طب بدات تجهز بقى كانت لسه ما بطلتش بس لازبي. يعني خدت يعني تصريح من النادي وسافرت ست شهور المانيا فكانت اول بطوله كان برضو توتو يعني ليها سمعه في افريقيا رهيبه الصالات بتتهزلها يعني فكانوا بقى فريق كينيا يعني متحمسين جدا النادي الاهلي جاي فرق كينيا متحمسه النادي الاهلي جاي من غير تهاني توصل بقى فرصتنا طيب كابتن استاذنك احنا الحمد لله يعني ايه نقدر دلوقتي نطلع الملعب ومعانا شريف شعبان مراسلنا وهنا ابو القاسم ويدونا الاجواء والدنيا في الملعب عامله ايه اتفضل يا شريف تعالي ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك نجمات مصر كابتن ندى ايمن وكابتن انجي هشامي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من صاله تشريعيه الدخان النهائي كاس مصر ما بين فريق النادي الاهلي ونادي الصيد وطبعا بمسي على زميلتي هنا بقول لك ازيك يا هنا ورب باذن الله النهارده يكون يوم جميل للنادي الاهلي ونفوز النهارده ببطوله كاس مصر من خلفنا يمكن الثالث والرابع للزمالك والسبورتنج اللي كان 1-1 الشوط الاول الزمالك تفوق 31-29 الشوط الثاني سبورتنج تفوق 25-23 ومن خلفي الشوط الثالث يمكن الزمالك اقرب يمكن ناقص نقطة واحدة ويخلص الشوط الثاني لصالحه يمكن من الصدف الغريبة زميلتي هنا ان السنة اللي فاتت كان برضه نهائي كأس مصر الأهلي والصيد في نفس الصالة والأهلي كسب
ويمكن الاهلي برده كان بيلعب الصيد والصيد كان مخرج الزمالك سبحان الله، يعني نفس الصدف يا رب باذن الله يكون يوم جميل النهارده للاهلي ويكسب. قولي لي بقى هنا الاهلي استعد ازاي لمواجهه الصيد النهارده في نهائي كاس مصر؟ برحب بيك طبعا يا كابتن هيثم في البدايه، برحب بضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، طبعا برحب بزميلي الشريف. ويعني خلاص دقائق قليله بتفصلنا عن بدايه المباراه ونهائي كاس مصر بين فتيات الذهب فتيات النادي الاهلي وكمان فريق الصيد. طبعا استكمالا لحديث شريف خلوني اكلمكم عن الاستعدادات. طبعا مباريات كاس مصر بتكون الفرق بينها مش كبير، التحضير بيكون مش لوقت كبير، يعني نصف النهائي كان يوم الجمعه، سيدات الاهلي اتمرن يوم السبت ويوم الاحد هنا على صاله الشرقيه للدخان طبعا للدخول في اجواء المباراه، كانوا بيتمرنوا على فتره واحده في اليوم، لكن طبعا كان في كتير من المحاضرات باستخدام الفيديو لدراسة المنافس. خليني كمان أقول لحضرتك يا كابتن هيثم إن سيدات الأهلي الحقيقة بيستعدوا بشكل كبير جدا، يعني كابتن الفريق كابتن نهلة سامح أكدت لنا إن في حالة من التركيز كبيرة جدا عند الفريق، وطبعا هدفهم الوحيد في مباراة اليوم هو اقتناص الفوز في المباراة على فريق الصيد والتتويج باللقب للمرة 31 لقب طبعا كاس مصر في تاريخ الأهلي. كمان خلوني أفكر مشاهدينا طبعا بمشوار الأهلي والصيد في كاس مصر، يعني الأهلي قدر يفوز في دور ال 16 على الطيران بنتيجة 3-0 ثم تأهل طبعا مباشرة لنصف النهائي بعد انسحاب أصحاب الجياد 6 أكتوبر وفاز في نصف النهائي على فريق سبورتنج أيضا بنتيجة 3-0. أما بقى على الصعيد الآخر فريق الصيد طبعا لعب في دور ال 16 مع سموحة وقدر يفوز بنتيجة 3-2، واجه الشمس في دور ال 8 وقدر يفوز بنتيجة 3-0، وقدر أيضا يفوز على الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 3-0. النهاردة هيواجه فريق الأهلي وإن شاء الله المباراة تكون من نصيب الأهلي وسيدات الذهب يفوزوا بالمباراة زي ما عودونا دايما. شريف بقى كلمنا دلوقتي عن الجماهير والأجواء داخل الملعب. يمكن هنا وكابتن هيثم ولضيوفك يمكن خارج الصالة بعض أولياء الأمور، يمكن حوالي 50 من أولياء الأمور نفسهم أو بيمنوا نفسهم يكون يعني بيشاهدوا مباراة النهائي كأس مصر بين الأهلي والصيد، ولكن الأمن مانع خالص، ممنوع أي حد يخش خالص إلا لو اسمه موجود في الكشف. ويمكن عرفت كمان ان بعد انتهاء مباراه الثالث والرابع هيتم اخراج كمان الفريق الرابع عشان الصاله ما بقاش في عدد كبير طبعا حرصا على سلامه الناس من وباء كورونا. يا رب يسلم الجميع. اهم حاجه في القصه دي كلها الاهلي يفوز النهارده وناخد كاس مصر، صح كده؟ انا باذن الله. كابتن هيثم دي كانت كل اجواءنا قبل انطلاق نهائي كاس مصر بين الاهلي والصيد، عوده ليك من جديد. اتفضل. طب شريف معلش انا شايف وراك ان هو تقريبا الشوط الثالث خلص، هو انتهى تقريبا للزمالك على ما اعتقد، صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. انتهى للزمالك 26-24 وكده بقى الزمالك 2 كده بقى الزمالك 2-1. طيب هو لسه برضو المباراه ممكن تخش في شوط رابع وخامس، خلينا نشوف. شريف شعبان طبعا وهنا ابو القاسم مراسلنا من ارض الملعب، بشكركم شكرا جزيلا. يمكن ندى الموضوع يعني في ماتش الزمالك وسبورتنج يعني الدنيا لسه مطول لسه يمكن، بس ده كويس عشان ناخد وقت وممكن اللاعبات تكون يعني محتاجه تسخن اكتر او ده. بس ما حضرتك شفتي هم كمان دون معلومه ان اولياء الامور حتى مش قادرين يخشوا، ودي حاجه تحترم طبعا من الاتحاد انه مانع طبعا اي تواجد او اي حاجه عشان يبقى فيه يعني تباعد اجتماعي عشان حرصا على سلامه اللاعبات والاجهزه الفنيه وكده. حتى قال شريف ان المركز الرابع هيخرج هيروح لانه ملوش ميداليات، واللي هيبقى بس المركز الثالث عشان ايه يستلم ميدالياته. يمكن حضرتك عرفت الجهاز الفني المنتخب مين؟ تمام. احنا عندنا في منتخبين المفروض يتجمعوا، منتخب الشابات ومنتخب الناشئات. منتخب الشابات كابتن احمد فتحي المدير الفني ومعاه كابتن ساره طلعت طبعا نجمه النادي الاهلي، ومنتخب الناشئات مدير فني كابتن نجلاء فؤاد نجمه طبعا نادي سبورتنج، ومعاها مدرب عام كابتن يسرى عبد الكريم برضو نجمه النادي الاهلي، ومعاهم ثالث كابتن ايمن فؤاد. عندهم بطوله ايه طب الناشئات؟ ما هو الناشئات عندهم كاس عالم. الاثنين عندهم كاس عالم. عندهم كاس عالم. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل عشان نرجع نكمل تغطيتنا المستمره والمتميزه لنهائي كاس مصر كره الطائره سيدات الاهلي والصيد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكركم ان شاء الله. يعني كان المفروض المباراه تبقى الساعه 6 بس هي اتاخرت شويه عشان مباراه الثالث والرابع طولت. هننقل لحضراتكم على الهواء مباشره مباراه النادي الاهلي ونادي الصيد. المباراه كان المفروض تاني الساعه 6، المباراه هتتاجل شويه عشان مباراه الثالث والرابع الزمالك وسبورتنج 2-1 للزمالك، والماتش يعني كلوز جيم جدا، فممكن ياخد له نص ساعه كمان او 45 دقيقه وكمان تسخين، فيعني يعني كده تقريبا الماتش ممكن يتاخر له حوالي ساعه.
نهائي كاس مصر لكره الطائره سيدات الاهلي والصيد ان شاء الله، والمباراه ستقام على صاله الشرقيه لدخان. نرجع لضيوفي كابتن ندى تاني وكابتن انجي. كابتن، يمكن كنا بنتكلم عن ذكرياتنا في كينيا، يمكن شويه بقى خلينا ناخد وقتنا وراحتنا قبل نرجع للمباراه تاني. كان موضوع الاكسجين ونقص الاكسجين، كنت بتتكلم عليه ازاي؟ والله احنا اصلا يعني مصر هنا دايما الكباتن بتوعنا مدربينا كانوا بيأهلونا في كل حاجه، يعني جري ده يعني تقريبا التراك ده خدنا فيه صحيح خد عمر يعني حياتنا كلها كانت تراك تقريبا، ما لعبتش بولي قد ما كنا نايمين في التراك. ما اعرفش لازم ننزل نجري الساعه 6 الصبح يعني، ممكن نجري الهرم والهرم لما كنا بنطلع الهرم اي وقت في اليوم يا جماعه عادي، ليه 6 الصبح؟ مش عارف انا نفسي طول عمري نفسي اعرف احنا ليه بنجري الساعه 6 الصبح ليه؟ طب ما اجري 12 ما اجري 11 عادي، هجري اجري بالليل، ما اجري بالليل على اليوم، احنا قاعدين معسكرين وقاعدين بايتين قايمين كل المدربين زي ما يكون متفقين علينا وكل الالعاب اصحى اجري عشان تجري. انا مره اخر معسكر كان في تركيا والله العظيم كنا بنقوم والدنيا لسه ضلمه. أيوة. طب ليه اقوم ضلمه؟ ليه؟ وفي المانيا لما رحنا لما كان كابتن هشام مصحينا الساعه 4 الصبح مفيش مش شايفين احنا مش شايفين مش بنشوف بعض وعايزين ننام عاشق للتراك عاشق للتراك ربنا يديله الصحه يعني هو عشان تجري طب وجرينا ماشي ونجرينا انزل ماتش هتعبط طب ما انا مش فاهم لا وبعدين تجري وبعدين ريح بقى ساعة لحد التمرين. طب يا جماعة ما نجري قبل التمرين هنقعد ساعة نعمل ايه الصبح يعني ونرجع. طب انت حضرتي هقول لك على لقطة تجري وتخلص جري وترجع طبعا مش شايف مش شايف ويقول لك ما تزودش في الفطار ولسه هتتمرن المأساة دي برضه ولسه هتتمرن عشان انت عندنا تمرين كمان ساعة نفس كله وكله مدرجات يعني سلة وطايرة ويد بنفس الكلام كله سيستم تقريبا مدرجات يا مدرجات والهرم لا هرم دي يعني هرم دي اصحى الساعة كنت بصحى الساعة بعد الفجر نصحى بعد الفجر وبننزل ناخد اتوبيس رايحين الهرم نجري في الهرم ونطلع جبل وننزل جبل طب بتعملوا فينا كده ليه يا جماعه؟ حاجات مش ادميه برضو كانوا المدربين برضو بيفتروا عليها حضرتك لما بنجري في الصحراء وممكن تلاقي في بيبقى في بعض الكلاب الضاله والحاجات دي يقعدوا ورا ده احنا لا احنا شفنا والمدرجات احنا كلنا ركبنا باظت من المدرجات دي يا جماعه دلوقتي بنتعالج والله دلوقتي بنزك انا مش عارف كانوا بيعملوا مش عارف كانوا بيعملوا فينا كده ليه بالليل بقى ننام قبل بعد الغداء نرجع نتغدى من الغداء بقى التمرين بالليل احنا مغشى علينا احنا مش نايمين احنا ما بنشوفش حاجه انا شايف قدامك حياتي كلها كانت عباره عن اكل ونوم وتمرين ما بنشوفش حاجه بجد انا فتره الظهر دي كنت بيغشى عليا يعني بيصحوني انا تمرين بعد الظهر مابقاش عدى صبح ولا ليه انت صاحي من الساعه 6 يعني وجري في تمرين في وبعدين ساعات بيقول لك في جيم بقى كمان قبل التمرين اللي بالليل لا يا جماعه احنا مش عبيد يا جماعه لا مش كده تراك الصبح لا جيم بعد الظهر وكنا ننزل ونروح تمرين بالليل نرجع ما انت نايم الظهر بقى 6 ساعات مش عارف تنام وهتصحى تاني 6 الصبح لا 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 احنا كنا فكرتكم بالعذاب الاليم لا ده انا يعني شفنا وكان بقى الجمال بقى لو كانوا جابوا لنا كنا ساعات نروح دول ما كانش بقى فيه يعني كان بيبقى المنتخبات عشان توفر كانوا بيجيبوا اللي هو بتاع اللي هو بتاع الاحمال والاعداد البدني من البلد اللي احنا رايحينها لا احنا لا الحمد لله لا الحمد لله احنا كان معانا حتى في المنتخب كابتن رانيا عبد العزيز برضه لا احنا كنا نروح اسبانيا يجيبوا واحد من الاسبان نروح تركيا يجيبوا واحد من تركيا نروح صربيا يجيبوا واحد من صربيا فكان بيبقى عايز معانا الواجب طبعا بقى بيجيبوا عايز يبين بقى مواهبه كلها بقى بص انا بنتسحل يعني بقى بحس ان انا لا كابتن رانيا قايمه بالواجب صح لا احنا كنا بنتسحل برضه احنا كنا بنتسحل مش من بره من واحد مصري بقى مصري من دمنا تفرق لا تفرق وجوه وبره والغريبه بقى انا كنت اخلص الموضوع ده وانزل الماتش لابس تعبان طب ليه طب انا عملت كل ده عشان استهلكت طول اليوم جري وفرق بس بصراحه كان بيفرق برضو الموضوع شويه في النفس بعد كده يعني انت ممكن تبقى في فتره الاعداد نفسها تعبان بس بعد كده لا طبعا بيفرق في الماتشات بيفرق يعني بعد ثلاث شهور من السحله مثلا تحس بقى ان انت ما هو قبل ما جسمك يتعود بس اللي احنا خلصنا اقول لك على حاجه بقى في كينيا ورواندا كانت بتتعمل معانا بقى بس مش كل الناس تعرفها لما يبقى عندك ماتشات في كينيا ورواندا انت جسمك بيقعد محتفظ بالاكسجين اللي انت جاي من البلد فيه يومين فروح اختفى الماتش في اول يومين احنا كان كابتن رؤوف بيعمل كده عندنا اول ماتش لازم يختار اجمد فرقه في اول ماتش في الافتتاح ليه كابتن رؤوف سيبنا طب يا كابتن الاول لا 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 بس انا اول مره اعرف المعلومه دي لا يومين كان كابتن رؤوف دايما فعلا بيختار يومين مش هيبقى الاكسجين في دمك هو اللي انت جاي بيه اللي هو بتاع مصر بقى بتاعنا الاكسجين اللي هو تمام بقى سيبك من
تخش هناك وبعد بيجي في الاخر خلاص نبقى مش قادرين مش قادرين. أيوة. فاينل بقى مش مهم بس مش مهم يكون عندك يبقى جسمك بقى خلاص بدا الساعه البيولوجيه اتظبطت وجسمك بس ما بلحقش يا غالي ما بلحقش هي اول يومين تاخد الماتش احنا كنا بعد كده الكبير فينا الكبير يعني اللي هو جامد دقيقتين ويطلب التغيير بس انت عشان برضو لعبه الباسكت عندكم برضو يعني بنلعب هنا في مصر عادي بس لا اقصد لعبه الباسكت فيها مجهود اكتر مننا ككره طايره يعني ما بتقفوش تقريبا يعني يمكن صح الموضوع صح الجري رايح الكوره اللي كانت بتطول معانا كنا بنفايص نقطه خلاص احنا خلاص اي حد خلص ايوه بس هم مش زينا يعني احنا ممكن الكوره تطول ماشي لكن هم رايحين جايين رايحين جايين ما فيش انا والله فاكر انا كان كنا بنلعب في رواندا وكان خمس دقايق كبيري كبيري ويعني عايز انبوبه اكسجين واطلع على البنش يا بهولي لا ده هم يعني سبحان الله ربنا مديهم قدره جسمانيه ان هم يتكيفوا مع الظروف ديت بتلاقيهم بيلعبوا عادي خالص جدا. مفيش اي حاجه يعني ما بينهجوش وممكن تلاقيهم ما بيعرقوش حتى الموضوع بالنسبه لهم لما يجوا هنا بقى لما يجوا هنا الاكسجين عندهم على حاجه طبعا ما خلي كينيا عشان 4000 ادم في سطح البحر فالاكسجين قليل لما بيجي بقى هنا ويلاقي بقى احنا 400 قدم بس تقريبا القاهره 300 حاجه و70 ده الشوط الرابع 9-5 للسبورتنج فغالبا احنا رايحين شوط خامس طب لا احنا كده يعني ان شاء الله طيب مطولين يعني ما فيش مشكله المهم يعني احنا في الاخر نكسب انا معاكم ان شاء الله نقعد بالصبح اهم حاجه بس نكسب دي اهم حاجه فيعني دي كانت ذكريات والله ذكرياتنا كانت وسبحان الله تلاقي انا فاكر برضو يعني ما اعرفش انتوا حضرتوها لا حضرتوا بطوله الالعاب الافريقيه سنه 99 في جوهانسبرج لا ما حضرتوهاش لا مش عارف شويه عنكم جوهانسبرج بقى 99 عملوا لنا قريه كده قريه كانوا هم بيعملوها زي ما الدوله المصريه بتعمل كده كانوا عندهم عشوائيات وبيقولوا لهم الناس في اماكن جديده فخدوا قبل ما يسلموهم اللي هي اسمرات بتاعتهم بقى قبل ما يسلموها للناس قال لك هنعمل فيها دوره الالعاب الافريقيه ونقعد اللعيبه فيها وكل مثلا بعثه مثلا الباسكت ياخد مبنى انا حضرتها تقريبا دي 99 كانت في جوهانسبرج لا ممكن تروح تضيف بطوله ثانيه لا كنت بلعب على بطوله عربيه دوره الالعاب لا الجميل بقى في جوهانسبرج بقى ان احنا قعدنا في الكومباوند ده قعدنا في المكان ده مثلا كانت البطوله تقريبا شهر قعدنا معزولين احنا اسمنا بس في جوهانسبرج احنا مش شايفين حاجه احنا قاعدين شايفين يعني كومباوند وكان الاكل طبعا انتوا عارفين الالعاب بتبقى المطعم وتاخد الصينيه بتاعتك وتقف في الطابور تمشي في الطابور مساجين شهر مساجين وما كانش بقى في تلفزيون اصلا ولا موبايلات ولا موبايلات ولا اي حاجه بقى كنا اخرنا نقعد نغني بالليل هو ده اقصى حاجه ممكن نعملها وكان فاكر ساعتها كان منتخب اليد معانا وكان فرق السيدات بس هم طبعا كان اللي عنده ماتش او عنده بتاع يطلع على الجيت بتاع الكومباوند الجيت انت تاخد بعضك وتمشي كده مشوار جوه والجيت وتروح راكب العربيه تقول له انا طالع مثلا صاله كذا طالع صاله كذا حاطين بره الاوتوبيسات عايز تنزل تشتري حاجه على مسؤوليتك احنا مش هنأمنك لا ده احنا اتروقنا في افريقيا دي يعني مش كده في مدغشقر برضو كان عندنا مره بطوله افريقيا وكنا ونزلنا مره نتمشى وواحد خطف السلسله من رقبتها وعلى فكره مش بس يعني الموضوع ده يعني احنا حتى المعاناه مش كانت بس كانت بتبقى في الحاجات دي المعاناه كمان في الاكل اختلاف الاكل وانت بتبذل مجهود عالي فمحتاج تاكل مشكله كابتن اللي فيه معظم الناس فاكرين ان احنا عشان بنسافر بلاد كتير واللي احنا بنروح خطط كتير اللي احنا بنتفسح هم ما حدش بيبقى عارف اللي احنا مثلا واحنا في البلد بنشوفش البلد ايه هي ايه احنا فين بنعمل ايه ما فيش الناس مش عارفه فعلا الناس فاكره كده يعني ما اقول لهم مثلا اصل انا رحت مش عارفه فين رحت اليابان رحت المانيا تلاقي لفيتي بقى في الاجابه والمصحف ده هو شوف الفكره انا دايما بقول لهم انا ما بفتكرش حاجه من السفريه غير سواق الاوتوبيس عشان ده بركب معاه كل يوم والاوتيل والملعب غير كده ما بفتكرش اي حاجه من الشوبينج السفريه الشوبينج بتبقى نص ساعه لو نزلناها يعني ده لو نزلناها فيها في اماكن ما كانوش برضو ينزلونا فاحنا وفي اوقات بتبقى البطوله قويه قوي المدربين يقولوا لا ما فيش شوبينج يعني ما خلاص احنا جو البطوله وخلاص كده شكرا لا هي بتبقى ذكريات حلوه يعني بتبقى انت لما لعبت ونسلتها بيبقى الجميل ان ترجع كسبان طبعا يعني ممكن تتحمل لا احنا انا بتكلم اللي هم الناس فاكره اللي احنا التزامنا اكتر كان فولي وتركيز كملعب اكتر من اللي احنا ننزل نعمل شوبينج او نتفسح في بلد احنا ما شفناهاش مش هو ده الاساس بتاعنا احنا رايحين بلد حلوه وجميله وبتاع بس احنا عايزين نكسب فاحنا كان تركيزنا كتمرين وكماتشات وكلعب لكن مش فسح بقى وخروج وبتاع صحيح محدش بيبص كده عايز اقول لك ان كان بيبقى عندنا صداع هنجيب ايه الاهالينا واحنا راجعين ليه لان انت اصلا ما لحقتش ما نزلتش وطبعا مش عايز ازعلهم
فهترجع تقول لهم ايه ما لحقتش مش عايز اتدوخ يعني ايه ما لحقتش ما تسافرش تاني ما تسافرش تاني ما تسافرش تاني بقى فتروح انت ما لحقتش تنزل تعمل شوبينج ولا حاجه بتاع وكمان نفسك تفرع اهلك عايز تجيب لهم حاجه فدي كانت بتبقى يعني ماساه ماساه جنب الواحد هيبقى طب اجيب لهم شاي بقى ايوه شاي واناناس على الفلوس والشاي والاناناس عشان يقولوا بيجوا لك على الاوتيل كده انت ما بتنزلش انا والله مره رحت شاي واناناس وده هو الصداع رحت سوق الثلاثه اللي رحت سوق الثلاثه اللي كان في كينيا سوق الثلاثه احنا رحنا مره برده اللي جوه ده اللي هو العربيات بتيجي بالاناناس ويروح قلبين العربيه النقل تقلب الاناناس كده قدامك وجوز الهند وجوز الهند كان اللي يرجع بالاناناس وجوز الهند ده كان يبقى دلوقتي كل حاجه موجوده في مصر بس كان زمان بيبقى حدث لا احنا بقى تجيب بقى 30 كيلو شاي بقى الفرقه جايب 50 كيلو شاي وهي جايه يا نهار ابيض يا جماعه شاي بقى يعني ما فيش مصر شاي بس الشاي كيني لازم يجيب اول ما حد في النادي يعرف ان انت رايح بقى كيني ربع كيلو شاي لا خالص صحيح حد كان بيطلب كيلو كيلو شاي يا جماعه شاي انا فاكره واحنا صغيرين كنا بنرجع بالاناناس فاكره القفه في القفه في نازلين من المطار كل واحد بقفه كل واحد ماسك القفه في ايده فيها الاناناس وجوز الهند فرحان قوي بقى خارج بالعربيه ايوه ده احنا جايبين الجاز ايوه ده خارج بالعربيه مش مهم الكاش المهم نحط الاناناس ونحط لا والله فكرتني بايام حلوه جدا جدا يعني الناس فاكره ان حتى المعاناه اللي بيعانوها لعيبه كره القدم يمكن مش بيعانوها الالعاب الاخرى لا ده يمكن احنا بنعاني كمان اكتر من كره القدم عليها الميديا والاعلام يعني اوتيلات خمس نجوم انا متهيألي عمرنا ما نزلنا في اوتيل خمس نجوم يعني في سفريات لا كابتن انا في فاكره اللي في سفريات كان في ترانزيت كنا بننام على الارض على المطار في المطار ما كانش فيه حتى اوبشن ان انا اخد اوضه مثلا ولا حاجه لا في الارض بنفرش في الارض وبننام وترانزيت بالثمن وتسع ساعات انا فاكر الواحد كان يوم ينام يلاقي مثلا راسه على رجل اللي جنبه ايوه مش عارف احنا لايمين فين والطيران بس بيبقى احلى نوم والله لا بس احنا زماننا برضه كانت الناس ما كانش في اي دعم يعني يعني كانت الدنيا غير كانت الدنيا غير خالص دلوقتي يعني دلوقتي برضه الفرق بتتعامل معاملات ثانيه يعني حتى منتخبات الكره الطايره طيب لا بيتعاملوا احسن الشوط الثالث 12 11 للزمالك هو الماتش الشوط الثالث الشوط الثالث ده الرابع الرابع 12 11 15 13 11 للزمالك يعني الدنيا ايه رايحه جايه بس برضو مش مقياس يعني هو الزمالك لو خد ده خلص بس هي اللي كانت مفاجاه ان الصيد يكسب الزمالك في الزمالك دي غريبه 3-0 يعني ما يعني ما بس فرقه الزمالك كويسه عندها 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 لعيب يعني لعيبات كويسين يعني طبعا كويسين الزمالك كويسين يعني بقى لهم كذا سنه بيوصلوا للنهائي غير السنين غير قبل كده طبعا لا غير قبل كده يعني غير مثلا من 5-6 سنين هو طبعا كابتن ايهاب علي عامل طفره عامل طفره كبيره في نادي الزمالك هو برضه يعني انا كابتن ايهاب علي كان هو مدربي وانا فعلا وانا 12 سنه 12 سنه اهلي اهلي كان برضه كابتن ايهاب من المدربين اللي عمل طفره معاهم عمل يعني عمل طفره كبيره قوي مع فرقه الزمالك يعني فرقه الزمالك كانت بعيده خالص عن المنافسه في الكره الطايره طب هم اعتمدوا برضه عشان يعني اعتمدوا على بنات النادي ولا جابوا من بره لا جابوا من بره محترفين وجايبين وكانوا جايبين محترفين قبل لا هم تقريبا قليلين قوي ولاد النادي ممكن اسمها ايه كابتن الفرقه مثلا ياسمين نوح ممكن يكون بقى دعاء البصيره دعاء محمد برضه بصيره بنت النادي الزمالك الباقي بقى كانوا جايين من دلفي في جاي من الشمس في جاي من الصيد يعني بتهيألي السنه دي انجي كانت قالت كلمه كده في النص السنه دي نوعا ما المنافسه فيه شويه طبعا يعني الزمالك دخل الصيد دخل عندك الشمس برضو سبورتنج بس هو الشمس يمكن تراجع شويه هو مش قال الشمس كان اقوى من هو عشان ناس كتير مشيت من الشمس برضو فهي الدنيا واقعه شويه الشمس مره خرجنا من قبل نهائي افريقيا كنت معايا كابتن في الاستوديو خرجنا في كانت مفاجاه وساعتها لما كنت لسه بلعب صح؟ كنت 16 11 زمالك بيتهيألي كده معاهم يسرى كنت لسه بلعب انا 16 11 زمالك انجي بقى كانت في البطوله دي انجي اللي خرجت في البطوله ايه ده انجي اللي خرجت ايوه انا اللي كنت بقول لها بتعمل لي كده انجي بقى اللي خرجت قبل النهائي ده اعترفي بقى انت كنت في البطوله دي ايه اللي حصل والله يا كابتن احنا هي البطوله كانت صعبه اصلا بس احنا ما كناش متخيلين اللي احنا كنا يعني احنا دايما بنخش اسم النادي الاهلي ده لوحده فاحنا برضو احنا كنا يعني اللي حصل اللي احنا غلطنا غلطه لا اللي احنا غلطنا غلطه اللي احنا كنا بنبص للماتش اللي بعد الشمس ايه صح برافو فاحنا شفنا حاجه قدام احنا كسبنا في الدوري بنطلع 3-1 احنا ما بصيناش رجعنا من هناك كسبناهم 3-0 الدوري 3-0 انا فاكر احنا القصه كلها اللي احنا كنا يعني كانت هي غلطتنا سبقنا الاحداث فعلا ده دي الحقيقه اللي حصل فاحنا بصينا دايما كنا بالمباراه فاحنا بقى حصلت معانا مره برده كنا بنلعب في المنتخب مع كاتوتو كانت لسه بتلعب خسرنا برده من الجزائر وكنا هنلعب احنا كنا بنفكر في الفاينل
وخسرنا السيمي فاينال عشان كنا بنفكر في الفاينال. هو ده اللي حصل معانا بالظبط في الاهلي. احنا بنبص كنا باصين لكرتاج كنا باصين لكرتاج ايه اللي هيحصل وايه الدنيا هتبقى عامله ازاي. غالبا الشمس خرجنا بس خسر من كرتاج. ما هم يعني هي الفرقه كانت كويسه بس هم كانوا هيكسر احنا يعني برضو احنا فرقه مش صغيره. احنا كسبنا احنا قبل ما نروح وكسبناه لما رجعنا. بس هي القصه كلها احنا كنا بنبص الكورتاج ايه اللي هيحصل هنلعب ازاي سيستم ايه خلاص عايزين نكسب الماتش ده كده. فكان في ثقه وبصين الماتش الابعد. فهو ده هو دايما بقول احنا لازم نبص اللي احنا هنعمل اللي احنا داخلينه ايه. احنا الدنيا ماشيه ازاي مهما كان مستواك إيه؟ اي حاجه احنا ما يعني هو هي الغلطه اللي غلطناها دي هي اللي ضيعت لنا بطوله. بس يوميها لما كلمنا كابتن حمدي الصافي لما رجع من السفر بالسلامه وبتاع كان معانا على التليفون وقال لي يا كابتن خليك فاكر كلامي وسجله عليا ان شاء الله افريقيا السنه الجايه ده الحاجه الوحيده اللي نقدر بيها لصالح الجمهور ان افريقيا السنه اللي بعدين ناخدها. خدناها كنت بتلعبيها؟ لا كنت بطلت. صح كان اول سنه تبطلي فيها. كان اول سنه تبطلي فيها كان اول سنه. بس يعني ساعتها طبعا كان نادي الشمس فريق محترم بس تقريبا كانت يوسف عبد الكريم ومنى عدلي طبعا منى عدلي صح وكان مدير فني كابتن نور عطيه برده كابتن نور عطيه يعني اسم كبير. طبعا فهو برضو يعني كانوا ساعتها في اتنين لعيبات كويسين وكان يسرى يعني لا وكان معاها ندى معوض كانت ندى ونور ندى معوض صح اللي هم راحوا امريكا دلوقتي ندى ونور الاثنين اخوات في امريكا كانوا بيلعبوا ساعتها كان هو الماتشات دي اللي وديتهم بعدين ندى من معاهم بلاي ميكر يعني اما يبقى فرقه معاها بلاي ميكر زي يسرى عبد الكريم يعني خلاص ملهاش حل يعني ما شاء الله يعني انا لعبت 17 14 زمالك هم بيبلغوني 17 14 في الشوط الرابع الزمالك كده يعني برضو سبورتنج قال بس خلي بالك النتيجه دي مش يعني ممكن تبقى نتيجه خادعه لان النادي سبورتنج برضو عنده المحترفه الكوبيه لا هو ممكن فجاه تلاقي سبورتنج خطف الماتش يعني النتيجه دي مش دليل مش حاجه يعني ايوه الله بص الاشواط ماشيه ازاي الشوط الاول خلص 31 29 لمين بقى للزمالك 31 29 يعني قعدوا 6 نقط فوق الايه والشوط الثاني سبورتنج كسب 25 23 الشوط الثالث 26 24 لا الماتش ده كان حلو الماتش ده دلوقتي 18 14 هيرجعوا 18 14 بيتهيألي لو فضل الزمالك السبورتنج على 14 والزمالك عدى ال 20 هتبقى صعبه يعني دخلنا في 20 21 14 صعب بس انا بيتهيألي هو سبورتنج يعني الزمالك عنده محترفه؟ لا عنده محترفه طب والله برضو يعني بيتهيألي يعني هي ممكن يبقوا اقوى لو معاهم محترفه هم كانوا جايبين كان معاهم محترفه بس مش عارفه بالظبط ايه اللي حصل يعني الظروف بتاعتها مشيت ممكن يكون في الموجه اللي كانت موجوده بس نادي الشمس دلوقتي يمكن في الكره الطائره تراجع شويه ولكن كره اليد سيدات لا السنه اللي فاتت خدوا الدوري السنه دي طالعين تاني باين او تالت على ما اتذكر فهم الطفره المره دي في نادي الشمس يمكن طبعا الاستاذ اسامه ابو زيد رئيس نادي الشمس هو اصلا يعني طول عمره في الرياضه يعني هو بحكم ان هو يعني كان شغال طول عمره في الاخبار اليوم وبعد كده اخبار رياضه فعارف الدنيا وعارف اهميه الرياضه فهو بيلعب الحته دي فدلوقتي ممكن نشوف الطايره راجعه تاني ما تعرفش ممكن يكون الجيل اللي طالع بس احنا يعني يمكن جيل الشمس من ايامنا احنا كان الجيل اللي تحت ده كان طالع كله جامد يعني حضرتك بص اسماء اللي كان الناس طالعه هتلاقي فيه لا فيه في ناس كتير حتى راحت الاهلي ندى ونورا اللي سافروا بره يعني الناس كلها ساره امين ايه انت رحت الاهلي وعندك كام سنه؟ رحت الاهلي بعد خلصت جامعه شكرا يعني مثلا يبقى مثلا كان 22 سنه 21 يعني بعد ما خلصت جامعه قول 21 22 سنه يعني مش كبيره يعني مش لا يعني اغلب تاريخي كله في النادي الاهلي يعني يمكن ناشئات كان اكتر في الشمس بس طبعا انجي ليها تاريخ كبير في الشمس يعني طبعا ليها تاريخ كبير برده في الاهلي بس يعني انجي يعني عملت اسم من علامات نادي الشمس طبعا وايه من بعد كان ايوه وايه اختي كانت بس ايه بقى جد صغيره عن انجي الاهلي يعني اصغر من انجي في الاهلي اتنقلت في الناشئات ولا اتنقلت في لا درجه اولى بس اصغر قبل ما تخش الجامعه يعني ممكن تكون ايه جت بعد ثانوية عامة على طول انجي جت لا بعد ما خلصت جامعة بس انت تاريخها اكبر بس انت من النادي الاهلي انت نشأت نادي الاهلي طالعة من تحت من سكة نادي الاهلي كله تحت 10 سنين طب انت فاكرة مين من المدربين اللي انت يعني تفتكريهم زمان وزعلانة ان هم مش موجودين دلوقتي او حاسة ان هم يعني كانوا ليهم اثر معاكي
كل اللي لعبت معاهم كان ليهم اثر طبعا عليا، يعني كل مدرب بيبقى ليه بصمه. وكان في ميزه كمان وقتها ان كانوا مدربين، يعني انا يمكن قلت لحضرتك قبل كده، كنا بنطلع من تحت 14 سنه في اربع وخمس لاعبات ممكن يتصعدوا الدرجه الاولى. فاحنا يعني انا في جيلي انا كنت انا ونهله وطبعا كابتن مروه ياسين، كابتن نوح محمود، كابتن ايمان ثروت، كابتن هاجر، يعني احنا كنا ست لاعبات. انا اسف يا كابتن ندب اقطعك، انا معلش 21 14 للزمالك زي ما قلت لك، هو كده هيبقى الدنيا صعبه، الماتش كده غالبا رايح للزمالك. فهيبقى تبقى النتيجه غالبا 3-1، ويبتدي بقى نستنى الورم اب لفريق النادي الاهلي والصيد. تمام. فكان في اجيال، بس كنت بقول لحضرتك احنا يعني كنا ست لاعبات بنطلع من الناشئات تحت 14 سنه متصاعدين درجه اولى، فكان ده حاجه بتميز طبعا قطاع الناشئين عندنا، ان المدربين بيقدروا يوصلوا بلاعيبه ناشئه تحت 14 سنه لسه طالعه من اربعه في الملعب لسته في الملعب، وتقدر تطلع درجه اولى وتثبت نفسها وتلعب وتكمل في الدرجه الاولى. يعني احنا الاسماء اللي انا قلتها لحضرتك دول ست لاعبات طلعوا من 14 سنه او 16 سنه لعبوا درجه اولى لحد ما بطلوا وهم درجه اولى. فيعني ده كان راجع طبعا زي ما بقول لك كابتن ايهاب محمد علي كنت بلعب معاه تحت 12 سنه، كابتن هشام صالح يعني برده من العلامات في حياتي في النادي الاهلي، يعني كان مدربي تحت 14 سنه، لعبت معاه من اول سنه 14 سنه كنت بلعب درجه اولى، قعدت معاه سنتين بلعب درجه اولى، بلعب 14 و16 و18 ودرجه اولى. بلعب يعني كل المراحل اللي اكبر مني اللي كنت بتصعد ليها من وانا معايا. انا افهم من كلامك انه كان عندنا قطاع ناشئات قوي جدا طول عمر النادي الاهلي جدا، كان عندنا قطاع ناشئات عشان كان بيخرج لعيبه واثنين وثلاثه عشان يطلعوا كل جيل. وايام نادي الشمس برضو كانت نفس السيستم، كان القطاع عندنا كان على طول منافسه على طول ما بيننا وبين الاهلي. فكان برضو القطاع احنا كنا واخدين فتره في فتره الدرع الناشئ الدرع العام الدرع العام في الناشئين، عشان كنا طالعين جيل كويس. هو ده اللي كان الفرق دلوقتي مع الشمس، اللي الشمس دلوقتي ما بقاش عنده الجيل اللي طالع ده بيطلع. او هم لسه هيعملوا بقى الجيل بدل اللي اتاخد منهم. طب بقى المدربين اتغيروا؟ هل الدنيا اتغير؟ يعني ايه السبب برضه؟ يعني مثلا لو حللنا الموضوع في نادي الشمس، هل الدنيا ولا اجيال ثانيه في كل حته بيبقى فيه دروب كده بيحصل فتره لغايه ما يبدا يظبطوا نفسهم تاني. اعتقد هم الشمس دلوقتي في الدروب ده، يعني هم هيبداوا يطلعوا تاني، يبداوا يعملوا جيل من اول وجديد، فيبدا تاني اسم الشمس يسمى. هو ده القصه، هي دي الفرق ما بين دلوقتي وقبل كده. لكن الشمس قبل كده لا، كان فرقه جامده جدا. هو كان انا لعبت 10 سنين في الدرجه الاولى او 11 سنه من 2003، كان المنافس الاول نادي الشمس، يعني ما كانش فيه منافس تاني. يعني انا ما حضرتش فتره، يعني كنت عارفه طبعا ان سبورتنج كانت فرقه جامده وان الزمالك كانت فرقه جامده، بس انا يعني من 2002 او من 2003 هو المنافس الوحيد نادي الشمس. يعني بقول لحضرتك احنا كنا بنبقى 10 لعيبه من الاهلي في المنتخب واثنين من الشمس، انجي ودين عسل، وبقيه 10 لاعبات من الاهلي، ما كانش في اي لعيبه بره النادي الاهلي او الشمس. دين عسل انا فاكرها، دينا برضو كانت لعيبه كانت اربعات كويسه جدا. فينس هايل، استقبال هايل، يعني مش فاكر، بتهيألي كانت بتلعب في اربعه، بتهيألي كانت بتلعب في اربعه. انا فاكر يعني اصل فرقت على الماتشين ثلاثه بس. خلي بالك برضو انا يعني الكره طائره يعني من الالعاب اللي تحب تتفرج عليها، يمكن عشان فيها فن اكتر من القوه. يعني مفيش احتكاك، مفيش زق، يعني اليد في زق، الباسكت في زق، فانت بيبان بقى الجمال اللعب. وبالمناسبه برضو يعني مثلا طبعا كابتننا كلنا طبعا كابتن عادل القيعي من الناس اللي بتحب جدا الكره الطائره، وعايز اقول لكم حاجه مفاجاه، كابتن عادل القيعي كان بيتفرج على ماتش البنات بتاع سبورت والماتش شغال على الهواء، كلمني وناقشني في حاجات معينه كده. فهو يعني تخيل لما كابتن عادل القيعي فضل جدا وبيحب الكره الطائره جدا. هو كان فتره من فترات يعني كان ليه دور اداري كبير جدا مع الكره، كان تقريبا ماسك برضو تهيألي كان اداري في القطاع غالبا، كان ماسك مدير اداري او حاجه زي كده، وكان الفتره من الفترات عشان ينهض بالقطاع ده. وافتكر برضو كابتن عادلي كان خلص صفقات، هو السكور دلوقتي 23-18 للزمالك، خلاص تقريبا رايحين على الزمالك. كابتن عادل القيعي في فترات طويله جدا كان بيخلص صفقات الالعاب الاخرى، مش بس هو طبعا مهندس صفقات، ولكن في الالعاب الاخرى الناس ما تعرفش انه لا كان بيخلص صفقات كبيره جدا، اخرهم ايهاب امين بتاع كره السله. يعني ايهاب امين لعبنا كره السله اللي جه من سبورتنج بنسبه
99% كابتن عادل القائد اللي خلصه. فيعني بقول لكم ان الكره الطائره تلاقي الناس بتحب تتفرج. بقول لك على حاجه ثانيه، الكره الطائره في السيدات امتع، عارفه ليه؟ الكره رايحه جايه. برافو عليك، الكره رايحه جايه. الولاد دب دب خلص. يعني استنى بس لما الحق اشوف افهم ايه اللي حصل. انا عايز افهم بس يا باشا حضرتك يا كابتن، اللي احنا يعني انا دايما بحس ان احنا كبنات بنتميز شويه بموضوع اللي احنا بنرولي الرولي والتفكير يعني. مش قصدي مش كل قوه، مش كل قوه، مش هتلاقينا كلنا بنستخدم القوه دي كتير. فهو عشان كده تلاقي الكوره رايحه جايه رايحه جايه بتاع فيها تشويق وبتاع. الولاد ارفع دب خلصنا يا عم. طب انا ايه اللي حصل؟ هو مين صح؟ نادرا لما بيحصل رولي في الرجال. بالظبط، هو مين اللي عمل ايه؟ طب هو ما تفهمش ما تحاجش. ودايما تلاقي الديفنسات البنات اعلى كتير من ويمكن حتى في اوروبا نفس الكلام. يعني في اوروبا هتلاقي يقول لك الماتشات بتاعت البنات في الفولي بول ممتعه جدا جدا. انت ممكن تلاقي رولي يعني. كان لسه في قريب ماتش غالبا اليابان وروسيا. رولي ممكن يقعد دقيقه. دقيقه يعني رولي يعني رايحه جايه. عشان اوضح للساده مش رولي يعني الكره بتروح رايحه جايه رايحه يعني. رولي يعني وقت النقطه طويل، فالناس بتستمتع بمهارات الكره الطايره. فالدقيقه ده طبعا كتير قوي يعني. دقيقه رولي يعني انما الطبيعي بتخلص في ثلاث لمسات يعني. تك تك في الولاد ارفع دب. لو بلوك بقى جامد بيبقى فيه بلوك استقبال ممكن تترد عليك مره. انما البنات بس ممكن ما تتردش تاني يعني. هي مره طخ خلاص. لكن البنات يعني لا، الرولي بيبقى اطول والديفنس بتاع البنات عامه اعلى. يعني عشان كده الرولي بيطول، لان هم عندهم مهارات الديفنس اعلى من الرجال. الرجاله علشان كمان بيبقوا غالبا اطول، فبيبقى الديفنس بالنسبه لهم اصعب. الديفنس اللي هو استقبال الكوره. ما يقدرش الديفنس اللي هو الدفاع. ما الديفنس استقبال يعني. انت بتنزل عشان تستقبل الكوره. ده بيبقى في البنات طبعا اكيد اسهل، بيبقى اقصر في اقرب من الارض، تقدر تطلع عدد كور اكتر، فبالتالي بيبقى الرولي اطول بالنسبه للبنات. بس عشان برضو نوضح، ارتفاع الشبكه بالنسبه للبنات غير ارتفاع الشبكه بالنسبه للولاد. 224 هم 200 حاجه 30 تقريبا يعني. ارتفاع 240 واحنا 200 حاجه 20 224 الارتفاع اللي بس الكره واحده. الكره واحده الكره واحده. ما بتختلفش. الباسكت لا، الباسكت الكره بتختلف. الكره بتاعت البنات اصغر شويه طبعا. طبعا الولاد بيلعبوا تقريبا بسبعه والبنات بتلعب بسته. لا احنا الكره واحده عندنا. النتيجه يعني النتيجه دلوقتي 24 22 مين؟ يبقى 24 زمالك 22 خلاص. 22 الزمالك 4. ايه ده؟ الزمالك عدى؟ سبورتنج عدى. ايوه انا فاهم. لا الزمالك قصدي اقول لك الزمالك قرب، الفرق قرب يعني. سبورتنج عدى. انا قصدي اقول لك خلاص الماتش خلص كده 25 22 زمالك 3-1 كده. نادي الزمالك المركز الثالث، وبتهيألي احنا كده نص ساعه بالكتير زي ما قلنا تقريبا على 7 هيبقى المباراه. طيب خلينا هيدوهم بس يا دوب 10 دقايق ولا ربع كده. لا مستحيل، لو هم هيدوهم نص ساعه. هم المفروض ان هم بيسخنوا. لا ما تهيأليش، بتهيألي الاجهزه صح. عندنا شويه برده في الفولي يعني، ليك مثلا 5 دقايق شوط، دقيقة ارسال. ايوه فهمت قصدك. 10 دقايق يعني ممكن يبقى كل 10 دقايق ربع ساعة مثلا. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل تغطياتنا المستمرة والمتميزة لنهائي الكرة الطائرة سيدات الاهلي والصيد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنفكركم كمان مرة ان شاء الله كمان نص ساعة وثلث ساعة، ودي لقطات حية من ارض الملعب لتسخين طبعا النادي الاهلي على اليمين بالزي الاحمر، طبعا نادي الصيد على الشمال، نهائي الكره الطائره سيدات كاس مصر واللي بتقام من صاله الشريط دخان بالجيزه. والمباراه الحقيقه اتاخرت شويه عشان المباراه اللي قبلينا الثالث والرابع الزمالك وسبورتنج، واللي انتهت بفوز نادي الزمالك 3-1 وحصل على المركز الثالث. اتاخرت شويه لان المباراه طولت، يمكن المباراه راحت 3-1 ولكن كانت اشواطها قريبه جدا من بعض. بنفكر حضراتكم اللي مش هيقدر يتفرج علينا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا لايف على قناه على صفحتنا على الفيسبوك وايضا قناتنا على اليوتيوب. كابتن انجي يمكن اجي لك. خلاص بيتهيألي الفرقه بدات تسخن، الحكام بدا ياخدوا اماكنهم. بيتهيألي لا مش هكمل نص ساعه، ممكن 10 دقائق ولا حاجه ان شاء الله. هو 10 دقائق ربع ساعه بالكثير تبتدي المباراه ان شاء الله. طيب خلينا يعني نرجع للمباراه شويه. توقعاتك هي انجي ان شاء الله ان هو باذن الله 3-0 ان شاء الله. بقى يضغطوا من الاول بس مع على بالارسال اول حاجه عشان نحاول ما نخليهمش يهاجموا. هم ديفنساتهم كويسه جدا. قصدك الضغط بالارسال يعني ايه؟ برضه وضح لي الساده المشاهدين. مش ضغط بالارسال يعني ان انا العب ارسالات قويه على عليهم علشان الاستقبال بتاعهم ما يوصلش ما يوصلش ما يعملوش تشكيل هجوم علينا كور، ما يبقاش في هجمه منظمه بالظبط.
هو قصدك بالضغط هو بالإرسال. لازم نضغط بالارسال الاول بس ده ممكن يبقى فيه ريسك، ممكن تحط كور في الشبكه، ممكن كور بره، بس لازم اخد الريسك ده. هو لازم ناخد ريسك عشان احنا ارسالتنا معظم فرقتنا ارسالتها كويسه جدا. الاستقبال هناك لو بوظنا الموضوع الاستقبال اللي احنا ما عرفناش ما وصلناش الكوره للباصيره كويس، فده الهجوم بتاعهم هيقل شويه، فاحنا نبدا ناخد وضعنا الكويس في الديفنس. دي صور حيه من ارض الملعب، تالي اللابس اخضر ده دكتور سامح حمدي بيتهيألي، يعني بيتهيألي ده رئيس الاتحاد المصري لكره الطائره، وبيتهيألي يعني انا شايف الصوره من بعيد، بس ده طبعا ايه كابتن سامح حمدي، انا اسف كابتن سامح حمدي بيتهيألي، معرفش مش شايف مش لا شايف قوي، مش هو. طيب اللي قصدي اقول لكم انه يعني زي ما احنا شايفين الصاله فاضيه خالص، وكان شريف شعبان معانا مراسلنا وقال ان منعوا حتى اولياء الامور تدخل، كل من هو غير مذكور في الشيت اللي بعته الاتحاد مش هيخش الصاله، وحصل يعني لو تاخدوا بال حضراتكم حتى احنا عندنا طقمنا طبعا اللي رايح اللي يعني يغطي المباراه من ارض الملعب بالاسم، يعني الاسامي معروف مين اللي رايح، حد زياده ما بيخشش، فطبعا ده حاجه تحترم الاجراءات الاحترازيه، انت رايح تلعب رياضه ما تعياش يعني او يبقى في حاجه ممكن يبقى يعني يلقط كورونا او يلقط حاجه غيرها يعني، فطبعا اكيد الاجراءات الاحترازيه دي مهمه. وخلينا افكر حضراتكم تاني انه احنا قابلنا نادي الصيد السنه دي مرتين، قابلناه مرتين في الدوري العام، الدور الاول فوز 3-0، الدور الثاني وكان ختام اخر مباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل 3-1، يعني نادي الصيد خد منا في مباراتين شوط واحد، والمباراتين فازوا بنهائي يعني فازوا، او النادي الاهلي فاز بالمباراتين، فطبعا بس مباراه الكؤوس يعني ما لهاش حسابات تانية. يعني كابتن ندى بيتهيألي يعني انا شايف في تركيز، يعني اللاعبات في تركيز عالي. طبعا زي ما قلت لحضرتك يعني اللعيبه اكيد وقفوا عند الماتش اللي فات واتكلموا مع بعض، واكيد الجهاز الفني اتكلم معاهم ان احنا لازم نضغط المباراه دي من اولها، ما يحصلش اي تهاون، ما ينفعش الفرقه تاخد مننا شوط تاني، اكيد هم اتكلموا مع بعض في كل الكلام ده، فطبعا هيبقوا نازلين مركزين، وزي ما حضرتك قلت هو تتويج للموسم بالكامل، يعني اخر مباراه خلص الموسم، فاكيد كل واحد عايزه تأدي احسن شكل وتظهر احسن مظهر، وان شاء الله ربنا يكرمهم ويوفقهم. طب انت لو مكان نادي الصيد يا كابتن ندى، يعني مكان كابتن احمد فتحي طبعا، هتعملي ايه؟ يعني هتلعبي المباراه ازاي لو عايزه تكسبي؟ هضغط طبعا، هضغط من الاول، بس انا ما عنديش اختيار تاني، انا لو استسلمت للاهلي هيركبوا الماتش. هضغط نفس الكلام اللي بتقوله انجي، نضغط برده بالارسالات هو الصيد اصلا هينزل ضغط، يعني هو مش يعني هو كده ولا كده مش هيخسر حاجه، هو لو هو خسر كده كده تاني فهو مش خسران حاجه، فهو هيحاول يلعب بيلعب نادي الاهلي، نادي كبير ده في الاعتبار. خلي بالك برضو في فرق خبرات، يعني ايه فرق خبرات؟ يعني اي غلطه هترتكبها لاعبات نادي الصيد، النادي الاهلي ممكن يكون عقابه شديد على الغلطه دي، يعني دايما احنا كنا بنلعب انجولا مثلا زمان يقول لك ما تغلطش قصادها لان هتعاقبك على الغلطه اللي هتعملها، فلازم بيتهيألي نادي الصيد يقلل اخطائه، ولا انا غلطان؟ طبعا يعني هو الحماس ده هيبقى سلاح ذو حدين، يعني يا اما هيغلطوا كتير وهيبدا يحصل فرق بين الفرقتين، يا اما هيبقوا مركزين وهيحالفهم الحظ الحماس ده هيقودهم ان هم يقدروا يفضلوا ند مع الاهلي، هو حسب بقى قدرتهم ان هم هيصمدوا قد ايه في النديه دي. ما انت ممكن تبدا احنا كاهلي نبقى مركزين، هم فرقه صغيره وحماسهم بيبقى اعلى دايما، يعني الصغيرين لسه عايزين يدوا اكتر، فاحنا لازم نبقى احنا مركزين، نحاول يعني ما ندخلهمش في التركيز قوي معانا ونخليهم ند معانا. انا فاهم قصدك، يعني انت قصدك ان هو اللي هينجح في تطبيق فلسفته على ارض الملعب هو ده اللي هيكسب، هو ده اللي هيكسب يعني. بس انا شايف في تركيز من الفرقتين، واضح ان نادي الصيد برده نازل يعمل حاجه حقه يعني طبعا. وبعدين يعني زي ما حضرتك قلت مشوار الصيد في البطوله أصعب فهو جاي متحمس اكتر، لعب ماتشات ورا بعض اقوى من الاهلي برده كانت سكته الى حد ما. طب معلش يعني انا اول مره اشوف في الاحماء ان الاساتك، طب ايه ده حاجه جديده؟ لازم اكيد لازم. بس انا ما شفت يعني الولاد ما بيعملوش ده، لا هم بيعملوا ممكن قبل ما قبل، لان احنا متاخرين هنا برده هم البنات بيحاولوا يسخنوا الصوره، الاساتك دي عشان عضلات الكتف بالذات، عشان السرعه كمان، احنا عندنا السرعه فلازم يعني دي مريم متولي مش كده ولا انا وهي بتعمل الاساتك دي طبعا، يعني انتوا اكيد اضرب بالكلام ده الهدف منه ان انت ايدك تبقى سريعه في الملعب بالظبط، يعني هي بتعمل يعني تسخين لكل العضلات اللي بتستخدمها كتف. في عضلات الكتف، عضلات الظهر، الكتف الخلفي والكتف الامامي، ممكن كان شروق اهي برده على العمود الثاني من الشبكه هي بتعمل اساتك. طب برده يعني ده احنا في مصر وبره مش هنا كده يعني، حتى بره يعني انتوا بتطلعوا بره بتلاقوا كله يسخن كده بالاساتك،
يعني في كمان فرق بره ما بتعملش بقيه الاحماءات، يعني بتعمل كل احماءاتها حتى الرجلين بتعملها بالاساتك. فعلا. بس انا اول مره اشوف بصراحه، يعني احنا عشان هنا بس بادئين، ممكن يكون التصوير متاخر شويه، هم البنات بيعملوا ده في العادي بدري شويه، بس عشان التسخين متأخر فنزلوا في الملعب بقى عايزين يعملوا كل حاجه بالظبط، وعشان احنا كمان بنصور من الاول خالص، فبين التسخين من الاول احنا يمكن بنبدا بس اصلا بيجي على الماتش على طول يكونوا خلصوا الفقره دي. ما احنا بنحاول والله نجيب كل حاجه طبعا، يعني القناه بتحاول تنقل كل صغيره وكبيره في ارض الملعب. عارفه لو عملوا الاساتيك دي يا كابتن انجي في العاب ثانيه زي الباسكت مثلا ينزل يجلي، لان والله لان قوه ايده بتختلف. طبعا يعني حتى انت في الباسكت يقول لك ما تشوطش كتير في التسخين، لانه انت ممكن مع التعب زاويه تخلف، فمش هتعرف تجيب نسبتك. انتوا كمان عشان بتنش يعني في تحديد، لا وتحديد يعني احنا في اي نقطه في يعني النقطه بتيجي في اي مكان في الملعب صحيح. كله، لكن انتوا التركيز برضو ان هو بشوط بكره كبيره في الحلقه ضيقه بالظبط، فبتبقى انت عايز حسيت ايدك تحافظ عليها بالظبط. يعني ممكن لعيبه الباسكت تعمل او لعيبه اليد تعمل، لعيبه اليد تعمل تقويات عادي قدام قبل الماتش عادي، مش محتاج حسيه يعني قوه هي قوه. انما كلنا بنجتمع في حاجه واحده، انه تعمل تعمل احمال على ركب على رجلك على رجلك قبل الماتش عادي. دي ممكن اي يعني لو حد حتى بيعاني من اصابه قديمه يقول لك خش الجيم قبل الماتش. ف كمان اهو فكره الاساتيك دي جت اصلا من نتيجه الاصابات اللي بتحصل كتيره في الفولي، هتلاقي اغلبها شغاله على الدراع على الركب على عضلات يعني الضمه وكده، لان هي دي اغلب الاصابات اللي بتحصل في الفولي بس يعني بس هي كلها المفروض ان هي كلها شغاله على السرعه، يعني مش تقويه على قد ما هي ان انا بسخن العضله بالظبط، هي كلها معتمده يعني عدد عدات قليل في وقت بسرعه سريع عشان بالزبط. اخش في الايه في العضله تاخد مشوارها والباور بتاعها بسرعه. طب ومفروض بعد كده في التسخين في العادي انت بتخلص الاساتيك تبتدي بقى ضرب بالكره اهو بالظبط مان تو مان. طب ده ارسالات مش كده ولا لا؟ ده مان تو مان. مان تو مان مان تو مان. وبعد كده بتعملوا ايه؟ بيفضلوا كده بقى تقريبا 10 دقائق بعد كده يضربوا على الشبكه يضربوا برده 10 دقائق وبعدين دقيقه ارسال. بتهيألي لا هو هيدي نص ساعه للفرقه دي بتهيألي، يعني احنا خلاص احنا خلصنا 6:30 احنا 7 الا ربع فهنروح على الساعه 7 يعني 30 دقيقه من ساعه نزول الملعب بيبلغوني. ف فهو غالبا مش هيدي لك النص ساعه بتاعتك، مش معنى يا دوب لو يعني لو سخنوا من تبان 10 دقائق وضربوا 10 دقائق بدأ ربع ساعه تقريبا. طيب تفتكري مين ممكن يبتدي تشكيله النادي في النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان كابتن حمزه هيبدا بالتشكيل الاساسي بتاعه اللي بدا بيه سبورتنج. يعني مش عارفه بصراحه هيبدا بشروق ولا بسهيله. اعتقد هيبدا بشروق، مش هينفع يبتدي بسهيله من الاول. لو هيبدا بشروق هتبقى طبعا الاوبوزيت بتاع حقيقيه. هيلعب طبعا بالثلاثات السناتر مريم متولي ونيرمين، والاربعات ناتاليا و مش عارفه بس ما بداش بنتاليا بدا بنهله وساره امين. ساره امين بالظبط، ساره كانت عامله ماتش كويس جدا. ونهله برده كانت كويسه بس نتاليا ما لعبتش كتير. نتاليا لعبت وما كانتش كويسه ف ما لعبتش كتير. هو ممكن يبدا النهارده بنهله عشان الاستقبال في الاوبوزيت ولا فين؟ لا في اربعات عشان الاستقبال عشان الاستقبال شويه استقبال نهله احسن بكتير تمام. يعني يعني يبتدي نقول بشروق مثلا، نقول كده تشكيله شروق وايه ونرمين ومريم متولي ونهله وساره امين طب الليبرو هو الليبرو ندى وليد هو بدا بيه الماتش اللي فات صح ولا لا؟ انت فاكر انه بدا بيه؟ هي ندى هي غالبا بيبدا. طب انت قلتي سهيله ما كانش روق انت بتقولي كده حسب يعني مش عارفه انا لا انا بتوقع انه هيبقى مثلا في الماتشات دي محتاج الخبره الاول. هو هيبدا هيبدا بشروق وبعد كده ممكن بعد كده في النص سهيلة. يبدا يحط سهيله بس مش هينفع يبدا بسهيله على طول. طب انت الست تقدري تقولي لي يعني ولا يمكن احنا مش لا هو الصيد يعني انا مش عارفه يعني بصي كده على التشكيل يعني. هو اكيد انا عارفه نفس التشكيل هو هيلعب بنفس التشكيل طبعا بس هو طبعا اللي انا عارفاه كمان اللي هي البنت اللي هي زينة العالمي دي عاليه قوي يعني اللي انا اعرفه اللي هي برده من اللعيبه الجامده قوي. هي في واحده برضو كانت بتلعب في امريكا كانت نازله برضو اجازه زي
زي سهيله. احنا عندنا نور ياسين، ايا النادي، ايا النادي ايوه، هي برضو من اللعيبه الثقيله. النادي وزينه دي راجعه من الجامعه برضو، دي راجعه اجازه من برضو الجامعات، من دوري الجامعات. طب احنا عندنا نور ياسين، اه بس انا بتهيألي نور مش مش موجوده. لا مش هي موجوده معاهم. لا لا, لا. يعني نور رجع، هي موجوده اجازه برضو في مصر. أيوة. بس آه. هي غالبا لان هي الموسم بنت كابتن ياسين طبعا. بنت كابتن ياسين، فهي بتهيألي كمان معاهم. انا شفتها آيات بنت كابتن ياسين. لا هي اخت بتهيألي معاهم، مش نور، آيات الصغيره. آيات الصغيره بتهيألي هي برضو. انا كنت شايفاها معاهم في نهائي الدوري، مش متسجله بس هي برضو بتتصعد معاهم. القصد اقول لك، طيب يعني انتوا في يعني، خلينا برضو نقول، انت بتقولي اي النادي في النادي في نادي الصيد، نبص عليها. في هدير رقم 25. هدير يسري دي هتبقى الاوبوزيت. هدير يسري دي رقم 2، رقم 2 يبقى رقم 25. برضو هدير بلوكها جامد. انا بلوكها جامد جدا. مين؟ هدير. هدير يسري اللي هي في البنت اللي هي 2 متر وشويه. مين اللي هي دي؟ فاكره اسمها؟ سلمى. سلمى صالح. ثلاثية. بس هي انا يعني هي سلمى طويله قوي، بس هي مش بتوصل كويس يعني. هي ما لسه عليها شويه. يعني هي صغننه لسه. ما صغننه. يعني قصدي اقول لك كتر خير الدنيا ان هي بتنزل بتادي وبتاع. بس والله الماتش اللي فات خدت بلوكات. يعني ما شاء الله هتلاقي ايديها معديه فوق، وكمان حاولت بطرق. يعني احنا محتاجين نلعب لعب سريع بقى عشان ما توصلش. احنا نلعب على بتوع التلاتات بتوعهم، نحاول ما يوصلوش للاطراف يعني. ورانا عبد الحليم كابتن الفريق طبعا. هو غالبا هيبدا بنفس التشكيل اللي لعب بيه نهائي الدوري، يعني صانعه الالعاب ليلى، والكروس بتاعها زي ما قالت انجي هدير، والاثنين الاربعات عندنا ايا النادي وزينه، والتلاتات سلمى، وبيبقى معاها غالبا يا اما اللي هي ندى مرجان او هنا. بس هو المره الماتش اللي فات ما لعبش سلمى، لعب ندى مرجان مع الاهلي. لا الماتش اللي فات اللي هم الزمالك. الزمالك. ممكن بقى يكون عندها اصابه او حاجه. لا بس اي قالت لي احنا عندنا عين هناك. انا بقول برضو عين عينين ولا ايه يا جماعه؟ عندنا اي بتتابعني على طول. قالت لك الوضع ايه. فهو بيتهيألي يعني، بس طبعا نادي الصيد نادي محترم وحقه مشروع يعني انه يعني يحارب على البطوله، ودي حاجه جميله يعني ان احنا نشوف فرق وفي اثنين وثلاثه. وخلي بالك هم اللي وصلوا معانا في الاخر في دوري برضو، مش كده؟ وهم اللي واصلين معانا في الكاس، فده يدل على قوتهم وعلى انهم عاملين شغل كويس، حاجه تحترم طبعا. وبرضو يا جماعه يعني يا ريت لو زملائنا طبعا المراسلين في ارض الملعب، لو نجيب كابتن احمد فتحي برضو مدير الفني هناك في نادي الصيد، لازم طبعا نهنيه على المستوى ده ونشكره على الفريق او بناء فريق جيد زي ده، اكيد ده في خدمه المنتخب يعني. ولا ايه رايك يا كابتن؟ طبعا طبعا. يعني انا كابتن احمد فتحي يعني من الشخصيات فعلا اللي اتمرنت معاها وبحترمها جدا جدا جدا، ومجهوده واضح يعني في القطاع في الصيد، يعني عمل طفره فظيعه من اول الناشئات لحد فريق الدرجه الاولى، ان هو يوصل ان هو يلعب نهائي دوري ونهائي كاس مصر بفرقه كلها من ولاد النادي وكلها سنها صغير وكلها هو يعتبر اللي عاملهم يعني. صحيح. ما كانش ليهم وجود قبل ما يكون موجود، فطبعا ده شيء يحسب له يعني. لازم طبعا لازم نحييه. لو قدرنا ناخد لقاء معاه بعد المباراه، طبعا قبل المباراه مش هينفع، اكيد هناخد لقاء معاه بعد المباراه ان شاء الله. ويخليني يعني كده، سبورتنج يمكن برضه رابع مش وحش يعني، سبورتنج على ادائه السنه دي رابع مش وحش، الموسم الرابع كاس وفي الدوري بيتهيألي ثالث، دوري سبورتنج ثالث او رابع. لا رابع رابع بقى، ما احنا الزمالك كانوا متعادلين هم والصيد في النقط في نهائي الدوري، كان الصيد عايز ياخد شوطين علشان ياخد مركز. معلش اعذرينا يعني ايه، لا الرياضات كتير، سله دخلت وطايره دخلت يعني كابتن هيثم موتر بولو، فمعلش يعني تلاقي دي حته كده بتهرب منه. طيب هو يعني خلينا برضو نقول انه كابتن سامح حمدي رئيس الاتحاد او رئيس اللجنه المؤقته نجح يعني باقتدار انه يعدي بالموسم لبر الامان. خلي بالك برضو انت لما تخش على الاتحاد من النص وتبقى مسؤول عن منتخبات ونجاح دوري وناشئين وناشئات، الحقيقه كابتن سامح يعني بامانه ادار المنظومه جيد جدا جيدنا جدا، وكمان ضم ليه مجموعه من الشباب منهم شريهان سامح طبعا نجمه النادي الاهلي. فهو استعان بمجموعه من الشباب، فالحقيقه كل التحيه طبعا للدكتور سامح حمدي الحقيقه رئيس اللجنه المؤقته، لان احنا نعلم جيدا حجم الصعوبات اللي قابلته، سواء موسم فيه كورونا وتوقفات كثيره جدا، ونعدي بيه لبر الامان وينجح انه يخرج. يعني انا عايز اقول ان هو من انجح الدوريات اللي حصلت بامانه. طبعا يعني لما احنا بنشوف المتابعات، وحتى بالرغم ان اللي بينافس فرقتين
تقريبا اهلي وزمالك، ولكن شفنا طلع الجيش بيكسب الاهلي، وشفنا بتروجيت كسبت الاهلي ماتش، وشفنا كذلك الزمالك او الاهلي كسب الزمالك مباريتين، يعني كان في منافسه، فالدوري ناجح طبعا. يعني الدوري لغايه دلوقتي ناجح، وسواء السيدات كمان يعني، ونظم كمان هنا بطوله افريقيا للشباب، وزينا على قناه النادي الاهلي وفزنا بيها. فالحقيقه جاي في ظروف صعبه، وده مش غريب على الدكتور سامح حمدي الحقيقه، ان هو راجل يعني بنقول كده باللغه الدارجه درجي، يعني عارف يدير الموضوع ازاي، وفي نفس الوقت ماشي في النظام اللوائحي والنظام الاستراكشر الداخلي للاتحاد، اسس فيه حاجات كتيره او نظبط فيه حاجات كتيره. فالحقيقه كل التحيه للدكتور سامح حمدي يعني، ودي هتبقى يعني ان شاء الله مسك ختام، هيكون ماتش الكاس بتاع الرجال بتهيألي. طبعا. فطب هو ماتش الرجال، طب يا جماعه ما تقولوا لنا ماتش الرجال هو ابتدى الساعه 6، ما تشوفوا لنا كده لو في يعني نعرف ماتش الرجال وشارع الدخان ايه الاخبار، عشان نعرف برضو، لان ده ماتش ال 32 وده ماتش مهم. انا كمان بس يا كابتن هيثم حابه اقول ان انا يعني جات لي معلومه ان سلمى البنت اللي احنا بنتكلم عليها السنتر دي مش هتكون موجوده اصلا، لان هي عندها امتحانات ثانويه عامه ومش موجوده في التشكيل. لا يعني برضو اكيد 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 ديس ادفانتج للصيد، بس بيتهيألي الصيد عنده بدايل يعني. عنده بدايل. احنا بالاخص هي ما كانتش يعني لسه صغنونه زي ما بتقول انجي او كابتن انجي، بس اكيد في ناس اكبر منها او ناس في سنها ممكن. اكيد كابتن احمد فتحي يعني عامل احتياطه لو حصل اي اصابه او حصل اي غياب مضطر له، يعني اكيد هو عامل بدائل يعني. احنا هو عنده كذا لعيبه ثانيه في مركز ثلاثه، ان شاء الله يكون قدر يعني قد المسؤوليه. طيب خلينا ايه رايكم يا جماعه نستعرض نهائيا كده قائمتين الفريق، معلش عشان الناس برضو ايه تبقى معانا، معلش يا جماعه نجهز قائمه طائره سيدات الاهلي كده عشان قبل الماتش على طول نعمل ريفرش للفرقه من جديد. طيب اتفضلي يا كابتن ندى. احنا عندنا طبعا ايه الشامي ضريبه مركز 2 رقم 1، ندى وليد الليبرو رقم 2، دعاء الغبيشي مش هتكون موجوده معانا، مروه مجدي رقم 4 ضريبه من مركز 2، عندنا ناتاليا المحترفه رقم 5 ضريبه من مركز 4، دانا شوقي رقم 6 صناعه العاب، مريم متولي رقم 7 ضريبه من مركز 3، نهله سامح كابتن الفرقه ضريبه من مركز 4، شروق فؤاد رقم 9 صناعه العاب، مايا ممدوح رقم 10 ضريبه من مركز 2 و4، ساره امين رقم 11 ضريبه من مركز 4، فريده العسقلاني مش هتكون موجوده، نرمين المنشاوي رقم 13 ضريبه من مركز 3، رحمه حسن رقم 14 ضريبه من مركز 4، مي غزال رقم 15 ضريبه من مركز 3، ملك مرجان رقم 16 ليبرو، سلمى سعد رقم 17 ليبرو، فريده الحناوي رقم 21 ضريبه من مركز 4، وسهيله وفيق بلاي ميكر. تمام يا كابتن تسلم ايدك. خلينا نشوف قائمه طائره سيدات الصيد يا كابتن انجي اتفضلي. ليلى عماد رقم 1 صناعة العاب، هدير يسري رقم 2 ضاربة مركز 2، سما عماد رقم 3 ضاربة مركز 4، هنا علاء رقم 4 ضاربة مركز 3، مريم مصطفى رقم 7 ليبرو، رنا عبد الحليم كابتن الفريق رقم 8 ضاربة مركز 4، نادين زعتر رقم 9 ضاربة مركز 4، زينة العالمي رقم 10 ضاربة مركز 4، حبيبة زعتر رقم 11 ليبرو، نهى عادل رقم 13 صناعة العاب، سلمى صالح رقم 15 ضربة مركز 3، ندى مرجان رقم 17 ضربة مركز 3، حبيبة طارق رقم 18 ضربة مركز 2، ندى حمدي رقم 19 ضربة مركز 2 و3، داليا المرشدي رقم 20 ضربة مركز 3، آية النادي رقم 25 ضربة مركز 2 و4. تمام. وخليني برضو اوضح لحضراتكم بالنسبه لماتش الرجال اللي بيقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، المباراه 2-0 لصالح النادي الاهلي، طبعا النادي الاهلي بيلعب شارع الدخان في دور ال 32 في كاس مصر ايضا. المباراه بدات الساعه 6، الشوط الاول خلص 25-19، الشوط الثاني 25-15، ودلوقتي بنلعب الشوط الثالث، غالبا رايحين على 3-0 ان شاء الله، وكده يتاهل النادي الاهلي لدور ال 16، وغالبا هنقابل نادي الطيران، بس مش عارف الحقيقه هيكون الملعب فين، اكيد هنعرف الملعب هيكون فين، بس ان شاء الله لما تخلص المباراه اكيد هنبلغ حضراتكم، او لو كنا رحنا لمباراه السيدات اكيد يعني معلقنا كابتن محمد عفيفي اكيد هيبلغكم برده بالنتيجه، هنبلغه ويبلغ حضراتكم بالنتيجه. خليني برده اوضح لحضراتكم، اللي مش قادر يشوف الماتش معانا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يشوفه من خلال البث المباشر الحقيقه اللي ابتدى حالا
على او من فتره طبعا على صفحتنا على الفيسبوك وايضا على قناتنا على اليوتيوب. وكمان طبعا الماتش مذاع على هواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي. المباراه كان المفروض تقام الساعه 6، اتاخرت للساعه 7 عشان مباراه التالت والرابع اللي كانت تسبق هذه المباراه ما بين نادي الزمالك ونادي سبورتنج، طولت. الماتش خلص 3-1 وكان كلوز جيم جدا، وخلص بفوز نادي الزمالك 3-1 وفاز بالمركز الثالث. فطبعا ده ادى لنهايه المباراه متاخر، وده اللي عمل شيفتنج لماتشنا حوالي ساعه عشان التسخين. طبعا نص ساعه خد وقته، يعني خد ساعه تقريبا التسخين وقته بيكون نص ساعه. طيب لحد دلوقتي ماشي. طيب يعني هو احنا منتظرين، ما هو اللقطات لايف، اول ما تبتدي اللاعبات تخرج من ارض الملعب اكيد هيبقى كده التسخين انتهى. واول ما يبقى المباراه جاهزه. طيب خليني اقول لكم برضو على نادي الصيد، يعني الناس طبعا او الساده المشاهدين اللي ما شافوناش قبل كده، مواجهات الاهلي والصيد الموسم الحالي. كان الدور الاول النادي الاهلي فاز 3-0 في الدوري، في الدور الثاني في الختام 3-1، وكانت المباراه في الدور الختامي كانت على صاله الامير عبد الله الفيصل، والنادي الاهلي فاز 3-1، وكانت هي مباراه التتويج او استلام الدرع رسمي. وبرضو نادي الصيد كان مشواره في كاس مصر صعب شويه غيرنا، كان لعب 3 مباريات صعبه الحقيقه. وبدا يعني خليني بسرعه اقول كده مشوار الاهلي في كاس مصر. دور 16 فاز على الطيران 3-0، الصعود الثاني طلع كان باي الاهلي او صعود، يعني دور الثمانيه صعد مباشره بعد انسحاب كل من 6 اكتوبر اصحاب الجهاد، والدور نصف النهائي سبورتنج 3-0. بالنسبه للصيد كان مشواره دور ال 16 فاز على سموحه 3-2، ودور الثمانيه فاز على الشمس بنتيجه 3-0، ودور نصف النهائي فاز على الزمالك الصيد 3-0. خلاص لحظات وتنتهي المباراه. كابتن ندى توقعاتك سريعا؟ 3-0 ان شاء الله الاهلي. كابتن انجي؟ 3-0. خلاص تمام، ده كان راي ضيوفي. وان شاء الله نروح لارض الملعب ومعلقنا الكابتن محمد عفيفي، صاله الشرقيه الدخان، نهائي الكره الطائره سيدات الاهلي والصيد. فالى هناك.